السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي مهندس حضرتك يا استاذ؟ احمد، لا مع حضرتك عمر سليم. استاذنا الكبير، اهلا بك يا معك استاذ. استاذ. الله يكرمك يا استاذ. الله يخليك، كل عام وانت بخير يا حبيبي. الله يكرمك يا استاذ، كل سنة الله طيب. يخليك، تمام كده. الله يكرمك يا استاذ، الله يحفظك، صحة والسلامة يا رب. ان الله شاء الله يخليك. 8 دقايق ونبدا كده بمشيئة الله. خلاص بإذن الله يا استاذ. الله يكرمك. الله يخليك.
شير واضح يا مهندس عمر؟ واضح يا باشمهندس. الله طيب كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ على بركة الله. المحاضرة رقم 9 يا شباب، آسف، المحاضرة رقم 8، الساعة 9 دلوقتي هنبدأ المحاضرة رقم 8. ولكن قبل ما أبدأ المحاضرة كانت في أسئلة جاتني كتير بسبب المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت، بحكم إن هي كانت أسئلة وإجابة، ففي أسئلة أنا رديت عليها وفي سؤال أنا قلت لصاحبه هننتظر لما نرد عليه لأنه سؤال مهم جدا، هننتظر لما نرد عليها على العام لأنه سؤال مهم جدا، فحبيت إن كل الناس تستفيد. بص يا شباب، كان معنى السؤال إيه؟ يا باشمهندس حكم إن أنا استطرقت المرة اللي فاتت في موضوع العقود والحاجات دي والكليم والكلام ده كله، فقال لي يا باشمهندس هو احنا بتوع تخطيط ولا بتوع عقود ولا ايه؟ فحسيت ان هو تايه يعني. فدي سؤال بينطرح على معظم الناس اللي داخلين المجال بتاع اداره المشروعات جديد، تمام؟ باختصار كده هنفهم، هنربط لحضرتك ايه اهم ثلاث عناصر في اداره المشروعات وليس كل اداره المشروعات. بص يا باشمهندس، حضرتك التخطيط، تمام؟ والعقود في اداره المشروعات ومراقبه التكاليف او الكوست كنترول. طبعا البلاننج والكونتراكتس والكوست كنترول. لما نيجي نتكلم عن التخطيط يا شباب، التخطيط جزئين، جدوله اللي هي السكادولينج والمونيتورنج اند كنترولينج اللي هي المراقبه والتحكم. يعني انا بنعمل برنامج زمني وبعد كده بنعمل له مراقبه وتحكم. ولكن التخطيط برضه العقود، نتكلم عن العقود، العقود بتنقسم لجزئين يا شباب، بتنقسم الى مطالبات وعقود، تمام؟ بنتكلم عن الجدوله، جدوله المشاريع، اننا بنعمل برنامج زمني اللي احنا حضرتك اللي انا بشرحه لحضرتك دلوقتي حالا، وايه كمان؟ وجدوله الاجتماعات، دور مدير المشروع، دور مهندس التخطيط ان هو فعلا يعمل عمليه تنظيم للاجتماعات. ليه الكلام ده كله؟ وبرضه الاجتماعات بتنقسم لجزئين، اجتماعات داخليه واجتماعات خارجيه. دي ليست كل اداره المشروعات طبعا، انا ما اتكلمتش على الريسك مانجمنت ولا اتكلمت على التوتال كواليتي مانجمنت اللي هي الكواليتي كنترول، ولا اتكلمت على الفاليو انجينيرنج، دي كله اقسام تحت اداره المشروعات. ولكن انت كبلانر بتلاقي نفسك اجباري او التطور الطبيعي مع السن بتاع حضرتك بتلاقي نفسك انت بتشتغل المجالات دي. بمعنى انا حاليا ما بشتغلش تخطيط، انا عندي ناس مهندسين زملاء اصغر مني في السن شغالين تحت تخطيط، تمام؟ انا بيبقى دوري ايه؟ دوري انا حاليا في البوزيشن اللي انا فيه انا يعتبر ايه؟ عقود، مهندس عقود. او بنبدا نعمل لما تخش الشركه في مشكله بنبدا نخش في المطالبات، بنعمل كليمز، يعني متخصص في الكليمز والمطالبات. ولكن انا مدرسه التخطيط، يعني انا كنت مهندس تخطيط قبل كده، تمام؟ فالتطور بتاع حضرتك انت بتنتقل من مهندس تخطيط مع السن شويه بتبقى انت مدير تخطيط، بتجيب مهندسين، مش هتقعد تعمل بقى ديوريشن وريليشن ودبليو بي اس وتحط الكلام ده كله، ولكن عندك مهندسين صغيرين حديث تخرج بتبدا تدربهم على تحت ايد حضرتك وبعد كده بتتطور. طيب نيجي بعد كده، انا بس مش عايز اطول في الموضوع دي لان الموضوع دي في كلام كتير، ولكن انا حبيت اجاوب على السؤال بصوره مختصره لان في ناس كتير بتساله وهو بيعمل لبس عند ناس كتير. طيب جدوله المشاريع، حضرتك لما تعمل البرنامج الزمني يا باشمهندس اول ما بيعتمد من الاستشاري او الاونر، لو ما بداتش تعمل عليه مونيتورنج اند كنترولنج اصبح ما عادش له فايده. يعني بعد اسبوع من الاعتماد لو ما بداتش تتابع عليه والناس يتابعوا ويعملوا لك الابديت والبروجرس وتعمل ابديت وتشوف النتائج بتاعتك وتحس بقيمه البرنامج الزمني، ملوش اي فايده. طيب لذلك انا بقول لحضرتك ان واللون الاخضر يا باشمهندسين، انا على فكره دي الرسمه دي اجتهاد شخصي، تمام؟ قد تحتمل الصح وقد تحتمل الخطا، ليس بمرجع ولكن بخبره علميه او بحكم ان انا في السوق، فدي تخيل شخصي ليا للسيريونهات ماشيه ازاي. جدوله المشاريع يا باشمهندسين، اللون حضرتك انا من حكم صعوبه العمليه، معنى صح مراقبه التكاليف بتحتاج مجهود فعلا صح، ولو اتكلمت عليها طبعا احتمال نقدم فيها كورس، بتحتاج ناس محاسبين معاك وبتحتاج مهندسين، وازاي تعمل مثلا المحاسبه الاداريه، وازاي يكون عندك خلفيه عن القيود، وازاي تعرف ايه يعني ايه القيود عشان تعمل وان شانل بينك وبين المحاسبين اللي معاك في الشركه وتبدا تعمل كنترول بطريقه صح يعني، تمام؟ طيب اللون الاحمر يعني بيحتمل جهد شويه وبيحتمل شغل، كذلك المونيتور ان كنترول بيحتاج مراقبه ولازم تتابع في الموقع ولازم تعمل تقارير وترفع، وبتنتقل لجدوله المشاريع. بمعنى ان البرامج الزمنيه، لاحظ ان انا ايه بشاور هنا على البرامج الزمنيه، فيها علاقه بينها وبين المونيتورنج ان كنترولنج. بمعنى ان انا لو ما فيش مونيتورنج ان كنترولنج مش هنعرف نعمل برنامج زمني، تمام؟ بعد كده يا باشمهندس يعني في علاقه بين المونيتورنج ان كنترولنج والجداول الزمنيه. وبعد كده لو انا ما عنديش
برنامج زمني قوي وموضح ومعمول له ابديت، مش هنعرف نعمل كنترول عن على الاجتماعات، لان لازم ننظم الاجتماعات، ايه اللي هيتكلم فيه النهارده، ايه اللي مش هنتكلم فيه، وايه اللي هنعمل مثلا. بنعمل حاجه اسمها النومينال ميتنج او النومينال جروب او البريم ستورمينج والكلام ده كله، تمام. طيب ايه الفايده من الكلام ده كله؟ الفايده من الكلام ده كله يا باشمهندسين، انا لو ما عنديش جدوله، انا ده كله يا اما عايز احمي، لو انا كونتراكتور احمي شركتي من غرامه التاخير، يا اما نجيب لها وقت، يا اما اجيب لها فلوس، يا اما احميها من ان يقع عليها غرامه تاخير، تمام. كل هدفي او كل الهدف من اداره المشروعات، وفي نفس الوقت طبعا الاونر عايز يطمن على فلوسه وعايز يتابعه، لكن لو انت من منظور المقاول، انت هدفك ان انت تخلص في الوقت. يعني ايه الكونستراكشن بروجكت؟ لما نيجي نتكلم على البي ام اي بيقول لك الكونستراكشن بروجكت ار اكسبكتد تو بي فينيش ويزن بادجت اون تايم اند ويزن ريكوايرد كواليتي. يبقى عندي ثلاث حاجات لازم نهتم بيهم: الكوست والتايم والكواليتي. بمعنى ان انا دي هدفنا احنا ك الناس شغالة في إدارة المشروعات عموما، يعني مش نتكلم عن التخطيط، التخطيط هو جزء من إدارة المشروعات، تمام. طيب بعد كده لازم حضرتك بتكون فاهم برضو، فعشان ترفع مطالبة لازم تكون فاهم في العقود، ولازم يكون عندك جدولة قوية جدا، ولازم تكون منظم في الاجتماعات، والاجتماعات بتاعتك ايه مرتبة ومجدولها. ليه؟ لان انا عندي عشان نعمل مطالبة عندي اربع عناصر مهمين، هي الكوز والإفكت والإنتايتلمنت والسبستانتيشن. الكلام ده كله انا هستطرق فيه ان شاء الله لو قدمت كورس في الكليم، ولكن اكتفي بهذا القدر. وحضرتك افهم التشارت دي لو اي حد عنده تعديل عليه، ولكن مش كل إدارة المشروعات. انا ما اتكلمتش عن الريسك مانجمنت، انا ما اتكلمتش عن الكواليتي او التوتال كواليتي مانجمنت، انا ما اتكلمتش عن الفاليو انجينيرنج، تمام يا باشمهندسين. دي كانت إجابة احد، بنجاوب بس على احد الزملاء تقريبا اسمه عمر رجب تقريبا، او عمرو رجب على ما اتذكر، فدي الإجابة اللي كنت حضرتك عايزها يا باشمهندس. هننتقل بعد كده المحاضرة التامنة بتاعتنا. اتكلمنا يا شباب، احنا وصلنا للصورة دي ان احنا مجرد عملنا امبورت للانشطة بتاعتنا، وكانت الانشطة بتاعت حضرتك متحمل عليها الكوست والريسورس، يعني بمعنى ان انا متحمل كل حاجة، يعني مش هنشيل هم لا كوست ولا ريسورس. هنبدأ اول خطوة ان شاء الله دلوقتي حالا، هنبدأ نعمل ايه؟ نعمل الدبليو بي اس عشان نسكن كل نشاط تحت الدبليو بي اس بتاعه، تمام. هنشوف الـ WBS اللي احنا كنا منظمينها على اللي هي دي يا باشمهندسين، اللي هي الـ WBS طبعا بتندرج تحتها كل الثلاث حاجات دول. هنشوفوا بقى ايه الترتيبة. كانت أول حاجة هنغير اسم المشروع، نخليه مثلا بنفس الكيس ستادي اللي احنا كنا بنقول عليها. أنا طبعا كنت عامله فور ليرنينج بروجكت 2021، أنا هنخليه ايه باسم المشروع. تحت منه هنقول آد، من على اليمين، من اقصى اليمين من فوق هنقول اد. ايه اللي تحت منه؟ اللي تحت منه يا باشمهندسين عنده احنا عندنا اربعه زونز، زون واحد وزون اثنين. طبعا هنا الترتيبه دي كانت ترتيبه المشروع الرئيسي، كانت مبدئين بزون اثنين، ولكن انا هبدا ايه بزون واحد. هنا هنقول له زون واحد، وهنا برضو ممكن نعدل، هنا نقول له مثلا زيرو عشان يقرا معايا، مش طيب نقول له زيرو واحد. وهنقول له هنا دي زون واحد. تحت الزون واحد يا باشمهندسين كان تحت الزون واحد كان زون واحد فيز واحد وزون واحد فيز اثنين، كان تحت منها اربعه فيز على ما على زي ما انتم متذكرين. هنبدا نعمل زون واحد، يبقى دي بقى ايه؟ دي زون واحد فيز واحد، تمام. وهنقول له دي تحتيها زون واحد فيز اثنين وزون واحد فيز ثلاثة وزون واحد فيز أربعة. احنا دلوقتي طبعا ايه في زون واحد، هنقسمها التقسيمة بتاعتنا زون واحد فيز اثنين ثلاثة أربعة، تمام. هنا عندنا فيز واحد فيز اثنين فيز ثلاثة فيز أربعة. تحت من زون واحد تحت من زون واحد فيز واحد عندنا عندنا تقريبا سبع شبكات على ما أتذكر، كانوا سبعة، قروا معانا سبع شبكات: البوتابل السور سيستم والبوتابل واتر وال. طيب نبدأوا إيه؟ نبدأوا نعمله، نقول له انسيرت واحد
2 3 4 5 6 7 قول له دي تحتيه تحتيه تمام. نبدا ناخد باقي ايه قول سي احنا دلوقتي في زون واحد في زون واحد زون واحد فيز واحد سور سيستم بعد كده زون واحد فيز واحد بوتابل واتر باقي كنترول سي كنترول في اغير ماشي مش مشكله نبقى ايه نجيبها من الاكسل افضل اسرع كنترول سي زون واحد فيز واحد احنا دلوقتي في البادبل وادر الشبكه رقم 2 بعد كده احنا طبعا هنعدلها دلوقتي حالا يعني هنبدا نعدل في الارقام باسرع مش هنبدا ناخد كله كابل بيست هي اول واحده بس هنعملها زون واحد فيز واحد الاروجيشن بعديها الشبكة الالكتريكال زون واحد فيز واحد الالكتريكال الالكتريكال سيرفيس الشبكة رقم 5 اللايتنج بوستس زون واحد لايتنج بوستس بعد كده التليكومينيكيشن اخر شبكه معانا اللي هي الويرنج كورس او اخر اعمال يعني لان الويرنج كورس مش شبكه هي اعمال تمام طيب بعد كده يا باشمهندسين هنبدا احنا دلوقتي خلصنا زون واحد هناخد الكوبي من اول هنا كنترول سي كنترول سي كنترول هنا هنقول له بيست اوكي اصبحوا كل جم تحت الزون 2 هنبدا هنبدا نقول له من اول هنا ممكن تقول له بص يا باشمهندس هتقول له كنترول اف اسف كنترول ار تمام هتقول له حول لي طبعا دي بتستعملها في حاجات كتير قوي يعني تقول له هتحول لي من فيز احنا طبعا اللي اتغير عندنا زون واحد ثابته هي الفيز هتبقى من فيز واحد لفيز اثنين هتقول له فيز واحد عدلها لي لفيز اثنين وتبدا تقول له ريبليس بس مش ريبليس اول لو عملت له ريبليس اول يا باشمهندس هيغير لك كله اللي فوق واللي تحت هتقول له ريبليس بدا يغير اهو 1 2 3 4 5 6 7 ستوب عشان نقل اللي فوق تمام طيب هناخد دول برده كوبي كنترول سي وهنقف هنا هنقول له بيست تمام اللي هيتغير عندنا بقى ايه عندنا فيز من فيز اللي هتتغير عندنا من الفيز من فيز 2 لفيز 3 هتقول له كنترول ار هتقول له غير لي فيز 2 لفيز 3 وحضرتك واقف فين واقف تحت كلمه فيز 3 وهتقول له ريبليس وليس ريبليس اول لما تكون عايز تغير كله مع بعض ممكن تقول ريبليس اول بيعملها في ثواني تمام هتقول له 1 2 3 اهو 4 5 6 اخر واحده نط معاك لاول واحده فوق لا اقف على كده بعد كده هناخد الشبكه اخر كنترول سي بيست اوكي دي اللي هتتغير من زون 3 لزون زي ما عملنا المره اللي فاتت دي هتبقى من زون 3 لزون 4 زون 3 هتبقى ليه خاصه من اسف من فيز 3 لفيز 4 تمام وهتقول له زي ما عملنا تمام طيب كده احنا خلصنا كده ايه خلصنا زون 1 تمام زون 1 بكل الاعمال اللي فيه تمام هنيجي واخدها كلها على بعضها كده كوبي وتقف تحت اسم المشروع مثلا وتقول له بيست هقول له اوكي تمام اصبح ايه هو حطها لك فوق هتيجي منزلها تحت لانها خاصه ايه خاصه وهتقول له ايه خاصه بزون 2 زون 2 طيب انت هتقول له دلوقتي ايه
كل زون 2 هنا، كل زون زون احنا عملناها زون، لا احنا عايزينها زون 2 مش زون 3، زون 2 تمام. زون 2 تحتيها ايه؟ تحتيها تحتيها الاعمال بتاعتها اللي هي الفيز 1 اهوت، بس طبعا لسه ما زالت زون 1 تمام. هتيجي معدل حضرتك تقول له هتيجي معدل حضرتك هتقول له زون 1 فيز 1 خليها لي، اخد دي كوبي كنترول سي ما عملنا، اللي هيتغير ايه؟ اللي هيتغير زون 1 فيز 1 هتخليها لزون لزون 2 فيز، لا فيز 2 هتثبت زي ما هي الاولانيه دي تبقى فيز 1، يبقى هنغير دي كنترول سي تمام كنترول ار، حول له حضرتك الزد 1 خليها لي ايه؟ كنترول سي كنترول خليها لي زد 2 تمام يا باشمهندسين. يبقى انا هنقول له ايه؟ وهنقول له ريبليس، بدا يعدل اهوت اهو. تلاحظ ايه؟ نقل ايه؟ نقل في الفيز الثانيه، يعني بدل ما تبقى زون 1 تبقى زون 2 فيز 2 اهو تمام. يعني كل الحكايه انا بعدل ايه؟ انا لقطت في واحده هنا 21 هنعدلها مانوال دلوقتي. زون 2 زون 2 اول ما تلاقي نقل معاك فوق اقف على كده. في بس حاجه احنا لقطناها هنا 21، احنا كنا دي عاملينها 21 اصلا، احنا كنا غلطانين فيها في الاول، يعني المفروض تبقى زون زون 1، عشان كده هو ايه زون 1 كده دي اتظبطت، زون 1 كده دي تمام، زون 3 هنا، زون 4 زون 4 زون 1 فيز 4 هي زون 1 فيز 4 دي زون 1. عادة ال دبليو بي اس بسبب الارقام الكتير دي ممكن يتلخبط، فحاول تركز فيها يا باشمهندس، شيل الواحد اللي هنا تمام. بعد كده في واحد هنا برضه هنشيله، تبقى زون 2، شايف انا واحد كمان برضه في الاخر هنا بدل ما 21 هتبقى ايه؟ شيل الواحد ده، المره الجايه مش هيحصل خطا لان احنا لازم نظبطه المره دي. شيلنا الواحد ده تمام كده يا باشمهندس. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا زون 1 بالفيزات بتاعتها، وعملنا زون 2 بالفيزات بتاعتها، هنعمل بقى زون 3 وزون 4. كوبي اقف هنا حضرتك. ليه انا بقول لك اقف فوق هنا يا باشمهندس؟ لانك لو ما وقفتش فوق هنا هيدخلها لك تحت زون 2 وتقعد تعدل فيها كتير كتير، فانت تقف فوق وتنزلها مره واحده افضل ماشي. تقول له بيست، تقف تحت المشروع اسم المشروع نفسه، تقفلها تاني وتيجي منزلهم تحت، تيجي منزلها ايه؟ اخر واحده تحت، وهتيجي حضرتك ايه معدلها. انا دلوقتي في زون ايه؟ في زون 3. وخليكم فاكرين يا باشمهندسين الزون 3 كانت 3 فيزز تمام، يعني بمعنى صح قبل ما ننسى ممكن ايه ندلتها. طب خليها ماشي، هندلتها في الاخر. هنقول له كنترول، حضرتك هتغير لي الزد 02 اللي هي خاصه بزون الفيزات ثابته، فيز 1 فيز 2 بتتكرر ايه في كل زون. هنغير انا، هنقول له غير لي زون 2 لزون 3 اللي هي زد من زد 2 خليها لي زي 3. بدا يعدل، قلت لحضرتك ما تعملهاش ريبليس اول. دي اخر واحده تمام. نرجع كده، خلصنا زون 1، خلصنا زون 2، خلصنا زون 3. هات لي 3 كوبي وحطها لي تحت الشفة وقول له بيست، وقفلها ونزلها تحت لان ده تبقى ايه؟ تبقى زون 4. زون 4 تمام. وهنبدا زي ما عملنا برضو، حول لي كل ما هي كنترول ار، غير لي كل زي 3 خليها لي لزي 4 وقول له ريبليس 1 باي 1 تمام. وقبل ما ننسى لازم نروح على كده، احنا خلصنا في اللي ده، خلصنا كده الاربع فيزات. بس قبل ما ننسى ان زون 3 هي كانت 3 مناطق لو حضراتكم فاكرين، يعني مش فاكرين راجعوا الفيديوهات، ولكن ايه
كانت ثلاث مناطق، يعني اربعه دي هندلتها بالكامل كل ما فيها، ان يبقى مش عايزينها تمام، يبقى اصبح ايه ان ثلاثه، ان ثلاثه ثلاث مناطق تمام. لو قلنا له كولابس 2 ليفل 2 وقول له ابلاي، لا ليفل 3، ليفل 3 وقول له ابلاي. اوكي كده يا باشمهندسين، ان زون 1 فيها اربع فيزز، زي 1 فيز 1، زون 2 زون 1 فيز 2، زون 1 فيز 3، زون 1 فيز 4، وزون 2 برضو نفس القصه فيها اربع فيزز، وزون 3 فيها 3 فيزز فقط، وزون 4 فيها 4 فيزز. تمام كده احنا عملنا الدبليو بي اس بتاعتنا وعملناها في ثواني، ما خدناش فيها وقت. بننتقل كده بعد ايه، بننتقل على الـ 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 البرنامج. بنيجي مش مساله دايما بتجينا على طول، بيقول لي يا باشمهندس انا بعد ما عملت مش لاقيها. حضرتك بتروح على جروب اند سورت وتشيل هايد اوف امتي، بتشيل على العلامه دي وتقول له ابلاي، بتظهر ايه، بتظهر الدبليو بي اس بتاعتك تحت خالص اهيت. طيب هنبدا بعد كده ايه، نبدا نسكن كل انشطه في مكانها تمام، كل نشاط في الدبليو بي اس بتاعها تمام يا باشمهندسين. طيب من تحت بقى لفوق، انا هشتغل من تحت لفوق ازاي، انا هبدا اخلص زون 4 الاول، بعد كده اخلص زون 2، وبعد كده اخلص زون 3، واخلص زون 1 في الاخر خالص، وهتعرف ليه انا ببدا من تحت لفوق تمام. طيب يبقى نقفل ده، نقفل زون 1 ونقفل زون 2 ونقفل زون 3، يتبقى عندنا زون 4 تمام. بتبدا واقف كده يا باشمهندسين، دي فايده بقى الكود لما قلت لحضرتك كود على كل نشاط، ما تعتمدش على الاي دي، لانك لو اعتمدت على الاي دي في الحاله دي هتبدا تقول هي واقفه منين، واقفه فين. فانا طول ما انا شايف انا طالع كده، عمال ابص هنا، عمال ابص بعيني هنا، لسه ما زالت زون 4، لسه ما زالت زون 4، زون 4 اهيت، لسه تنت الاعمال تبع زون 4 اهو بسرعه. لسه زون 4، زون 4 اهوت. اول ما تقرا معانا زون 3 اقف بقى لحظه وابدا افصل زون 3 عن 4. دي كانت اخر اهو، بص يا باشمهندسين دي اخر حاجه في زون 4. حضرتك بتقف هنا على اخر واحده كده وبتيجي نازل تحت كده تمام، لحد ما تقف على الانشطه، وبعدين بتقول له انت واقف على الاقل واحده، او تدوس شيفت بيجي متعلم عليهم تمام. كده انت ايه، علمت عليهم كلها تمام يا باشمهندس. بعد كده بتقف على ايدك اليمين خالص لحد ما يديك علامه المربع، لاحظ تحت الماوس كده خالص اداني علامه ايه، مربع صغيره كده تحت الماوس، بتيجي دايس كليك شمال وتفضل ثابت وانت دايس على طول لحد ما تقف على زون 4، حطها تحت زون 4. كده حطينا اول مجموعه انشطه تحت زون 4، مفيش مشكله، دي اول مرحله اقفلها وابدا خش لي على زون 3 تمام. انا عمال نبص اهوت على زي 3، دي فايده حضرتك لما قلت لك كود كل نشاط، وبالفعل لازم يكون كل نشاط يكون يونيك عشان هتحتاجه بعد كده وانت بتعمل المونيتورنج اند كنترولنج والابديتنج والكلام ده كله. انا عمال ابص اهوت بسرعه بعيني اهوت، بلقط لحد ما الاقي انا عيني على زي 0 كذا، زي 0 3، زي 0 3 اهو، ادى دي اخر ايه، دي زي 0 2 بدايه 0 2 اهوت، 0 3 بتعلم على اول واحده وتيجي نازل بالماوس ثاني لحد ما توصل للدبليو بي اس اللي تحت، وتدوس حضرتك شيفت تمام، وتروح على الشمال خالص، على الشمال خالص لحد ما يدي علامه المربع، وتيجي حاططها تحت ايه، تحت زي 3 تمام. حضرتك لو وقفت كده هتلاقي تحتها تحت ايه، تحت زون 3 تمام. لسه ما سكناش كل واحده تحت الفيس بتاعتها، لاحظ انا حطيتها كل اللي حطيتها دخلت اعمال الزون جوه على بعضها تمام. طيب بعد كده حضرتك هتيجي داخل على زون 2، تعال نقفل بقى، نقفل زون 3 كده واحده واحده، تعالى نخش بقى على زون 2، الاعمال بتاعت زون 2 انا بطلع بسرعه بالماوس اهوت، انا عيني على زي 0 كذا، زي 0 2، زي 0 2 ما زالت او وقت لسه ما زالت 0 2، 0 2 هنا اهيت، 0 1، 0 1، 0 1 هنا، 0 زي 0 1، 0 1 ايوه، يبقى تقريبا ايه دي اخر واحده اهيت، دي اخر واحده في الاعمال بتاعت زون 2. زي ما حضرتك بتنزل شيفت بتعلم عليهم كلك، تروح على الشمال خالص لحد ما تيجي تحت ايه زون 3، دايس على طول زون 2 وينزل اخر واحده طبعا اللي هي زون 1، بتروح على اول واحده كده، دي الفايده انك بتجيب من فوق لتحت وتدوس على الشيفت وتعلم عليهم وتجيبهم تحت زون
اسف ده احنا جبناهم تحت زون 2 كده، غلطنا غلطه على فكره، انا جبتها بالخطا تحت زون 2 وكويس ان احنا اخطانا. طبعا زون 1 لسه ما فيهاش حاجه، تعالى بقى ايه نبدا نعيد الكره من تاني من اول اهوت 1 لان انا حطيتهم بالخطا تحت زون 1 زون 2 اهوت فين الفاصل الفيصل اهو ايوه دي كده اهو تمام، اطلع فوق بقى المره دي وناخدهم كده ايه اقول لهم لا انتوا تبع زون 1 تمام تبع زون 1 تمام. طيب بعد كده نفس القصه، هات من تحت لفوق ما فيش مشكله، عايز تجيب بقى ايه هنبدا بعد كده نسكن كل واحده في اعمالها. لاحظ بقى ان هنا ايه زون 1 فيز 4 زون 1 فيز 4، يبقى هنخش على كل زون 1 فيز 4 في الحاله دي. انا هنقفل فيز 1 هنقفل فيز 2 هنقفل فيز 3 هنخش هنا على فيز 4. انت ممكن طبعا ايه تاخد مثلا زون 1 الويرنج كورس وتقعد تحطها، ولكن ايه تسريع للعمل از يو لايك. لو هتاخد كل واحده لوحدها وتروح تحطهم على بعض، انا هاخد كل اعمال فيز 4 ونحطها تحت فيز 4 وبعد كده نبدا نقسمها تاني ايه براحتي. طبعا هي إيه هتاخد وقت شويه، ولكن هو ايه الطريقه إيه اللي انا شايفها اسرع من وجهه نظري. يعني حد عنده طريقه ثانيه اسرع يا ريت يفيدنا بيها. احنا دلوقتي انا كنت من الاول بنركز على زي 4، دلوقتي هنركز على زي 4. انا واقف هنا على كود يا باشمهندسين اللي هو بين قوسين دي، يبقى زون 4 فيز 4 لحد ما نلاقي زون 4 فيز 4 ما زالت زون 4 فيز 4 اهيت دي اخر حاجه زون 4 فيز 3 زون 4 فيز 3 دي كانت اخر دي اخر حاجه في زون 4 فيز 4. حضرتك هتنزل نفس القصة وهتروح تحت زون 4 فيز 4 اهوت، انا متاكد انه تحتهم. بعد كده ترفع، مجرد ترفع ايدك من على الماوس بيتحركوا، يعني تدايس على الماوس او ان تحطهم في المكان اللي انت عايز تثبتهم فيه، تيجي شيء رافع ايدك من على الماوس بينزلوا في المكان. بعد كده هناخد عندي فيز 3 زون 4 فيز 3، انا عيني على الفيز 3 اللي هي البي اتش 3 بي اتش 3 بي اتش 2 اهيت، لا انا عايز بي اتش 3 اخرهم ادا اخرها اهيت، دي الفاصل اهوت بين زون 4 فيز 2 وهنا زون 4 انا زي 0 4 بي اتش 0 3. طبعا اللي مش فاهم الكود اكيد ما كانش متابع معانا من الاول. طيب علم على كده، احنا دلوقتي هنحط على فيز 3، حضرتك بتوقف هنا لحد ما يدي المربع، تدوس تفضل دايس لحد ما توقف عند فيز 3، ترفع ايدك من على الماوس خلاص ايه نزلت في فيز 3 تمام. تقفل فيز 3 برضو عشان ما تتلخبطش، يتبقى معانا فيز 2 بي اتش 2، نبدا عيني على بي اتش 2 لحد ما تيجي بي اتش 1، ادا بي اتش 1 اهيت بي اتش 2 اهي تمام. حضرتك بتبدا ايه دي من ضمن الاعمال اللي بتاخد وقت يعني شويه وممله يعني. طبعا ايه هتتنقل على 2 خلاص كده راحت 2، يتبقى 1 معانا ناخدها بسرعه من اول كده 1 ل بس من اول 1 كده هنسحبهم كده على بعض كده ايه نحطهم تحت زون 4 فيز 1 تمام كده ايه خلصنا زون 4، حطينا كل تحت الفيزز بتاعتها. ممكن بقى نخلص زون 4 بسرعه كده كل اللي فيها. طيب انا دلوقتي عند زون 4 الويرنج كورس، دي الويرنج كورس الاثنين بتوع الويرنج كورس هيروحوا مكانهم او اتعلم عليهم كده وتوديهم تحت ايه الويرنج كورس. طبعا يا باشمهندسين دي بتتعمل مره واحده، بعد كده لو صدرت للاكسل كذا مره افتحها وخلاص كودها وظبطها بيصدرها ورجعها ومحتفظ بالايه وهو محتفظ بالدبليو بي اس عادي يعني، لانه بصدرها معاه تمام. حطينا الانشطه اللي خاصه تحت الويرنج كورس، هم كانوا نشاطين مفيش غيرهم. بعد كده هنخش على الانشطه اللي هي خاصه بالتي اس اللي هي التليكومينيكيشن سيستم. التليكومينيكيشن سيستم هم كانوا ثلاث انشطه بتعلم عليهم كده، اول واحده واخر واحده، وتيجي رايح على التليكومينيكيشن وتسيب ايدك خلاص نزلوا.
في تسكنوا مكانهم في التليكومنيكيشن، وبعد كده هنعمل بقى الايه الكيبل لايتنج بوستس اللي هي السي ال بي. سي ال بي هذا الخاصين اللي هو خاصين بالسي ال بي، حضرتك بتيجي زي ما عملنا الكيبل لايتنج بوستس، تمام؟ في الكيبل لايتنج بوستس بعد كده الالكتريكال سيرفيس اللي هي الاي اس. الاي اس هذا خاصه بالاي اس اهوت. بعد كده الالكتريكال سيرفيس، تمام. بعد كده حضرتك الاروجيشن سيستم. الاروجيشن سيستم في الاروجيشن سيستم دي الفايده انا باخد من تحت لفوق يا باشمهندس، لكن لو خدت من فوق لتحت هتلاقي نفسك بتمشي كتير بالايه بالماوس، بتلاقي ممكن تغلط مش عارف ايه. فدي الحاجه الوحيده بتبقى تاخدها من تحت لفوق، وفي حاجه ثانيه بناخدها برده من تحت لفوق، احنا شغالين بالفلوت يعني تظبط من تحت لفوق، تمام. الاروجيشن سيستم الاي اس اتعلم عليهم. الاروجيشن سيستم والبادابل واتر اللي هي البي البي دبليو، او هذه البي دبليو البادابل واتر. بعد كده سكن لي اخر ايه اللي هو اخر حاجه الساور سيستم، تمام. كده خلصنا خلصنا كل ما يخص زون 4 فيز 4، تمام. هنفتح بقى زون 4 فيز 4 خلصت، هنفتح زون 4 فيز 3 نعمل فيها نفس القصه. زي ما قلت لحضراتكم هي خطوات ريبليكيت كتير وممله. هو تخش على اللور كورس، بعد كده الويرنج كورس. احنا خدنا الويرنج كورس، اسف، عندنا تي اس اللي هي تيلي كوميونيكيشن خاص بالتي اس تيلي كوميونيكيشن سيستم. في بعض الناس هيقول لي يا باشمهندس ما ناخدوها كوبي وبيست زي ما عملنا في الدبليو بي اس، لان بعض الناس ممكن ايه يقول لك طب ما نسكن زون واحده، هنسكن زون واحده وناخدها كوبي وبيست. اولا في مشكلتين ان الاي دي بتاعك هيختلف، تمام. ثانيا اليونيك اللي انت هتظبطه دي اللي هو بين قوسين دول هتضطر يا اما تلغيه يا اما تعدله، تبدا تعدله تاني. دي نقطه. النقطه الثانيه والاهم، لاحظ ان كل نشاط احنا محملين عليه الكوست ومحملين عليه الريسورس ومحملين ومظبطينه. فانت في الدبليو بي اس انت هتتعب نص ساعه او ساعه بالكثير مثلا، او حتى لو ساعتين، بس انت رحمت نفسك انك تبدا تعيد تحمل الكوست من جديد، ومش الكوست كمان، الكوست سهله، تعيد تحمل الريسورس من جديد. فدي طبعا ايه وان كانت طويله ولكن هي ايسر الطرق من وجهه نظري. حد عنده طريقه ثانيه يا ريت يفيدنا بيها، احنا بنتعلم ودي كلها اجتهادات شخصيه وليست من يعني مش مكتسبها من قرايه او حاجه عشان نقول لك مصدر علم، لا هو اجتهاد شخصي، وما دام اجتهاد شخصي انا مجرد فرض يعني، والخطا ويحتمل الايه ويحتمل الصح والخطا. فاكيد انت فيكم ناس عباقره كتير، وبل كلكم احسن مني، فهيكون عندكم معلومات افضل، فيا ريت تفيدونا بيها لو حد اكتشف معلومات افضل يعني، تمام. بعد كده هندخل على الالكتريكال سيرفيس الاي اس. هنخش على الاي اس علم عليهم. بعد كده هنخش على الاروجيشن الاي اس. اي اس من اول هنا لهنا الاي الاروجيشن سيستم. بعد كده البي دبليو اللي هي البوتابل واتر. بي دبليو بوتابل واتر. بعد كده الاس اس اللي هي الساور سيستم، ودي اخر واحده تاخدها من اولها لاخرها كده. خلصنا الساور خلصنا الستور سيستم، خلصنا فيز، خلصنا زون 4 فيز 3. نقفلها حضرتك مش محتاجينها. هنخش على زون 4 فيز 2، تمام. نرجع برضو نفس القصه من تحت، اخر نشاطين اللي هو الويرنج كورس نعلم عليهم، اخدتهم من ايه نسكنهم تحت الدبليو بي اس الخاصه بيهم. بعد كده التي اس تي اس اللي هي التليكومنيكيشن، هتسكنها تحت التليكومنيكيشن. بعد كده الكيبل اللايتنج بوستس ال بي السي ال بي، الاعمال بتاعت الكيبل اللايتنج بوستس
سي ال بي الكتريكال سيرفيس الاي اس الاي اس احنا الاي اس اللي هي الالكتريكال سيرفيس هنا بقى لاحظ ان انا كنت الاول نقول لك اقفل اقفل لا لما بتسكن دول خلاص سيبها مفتوحه كده كده انت هما تحت منك ايه مش هيضروا في حاجه بعد كده الايروجيشن الايروجيشن الاي اس الايروجيشن بعد كده هنخش على البادبل واتر اخر حاجه معانا البادبل واتر والساور سيستم البادبل واتر اهوت بعد كده ندخل على الساور ايه الاس اس اللي هي ايه الساور سيستم تمام كده احنا سكننا زون 4 فيز 2 باقي لنا ايه يعني كده باقي لنا زون باقي لنا فيز واحد بس اللي هي فيز واحد اللي في زون 4 ونبقى خلصنا زون 4 بالكامل نفس القصه الويرن كورس الانشطه الخاصه بالويرن كورس الويرن كورس لاحظ ان الخطوات دي احنا بنعملها كم مره يا باشمهندسين احنا عندنا وطبعا بيرجع لعدد الزونز يعني المشروع فيه زونز كتير يعني احنا بنتكلم اربعه زونز بكل زون فيها اربعه فيزز او يعني 15 بنعمل الخطوه دي 15 مره وكل مره بنعملها سبع مرات يعني اضرب 15 في 7 هتضطر تعملهم يعني ايه بالعدد اللي اضرب 15 في 7 يديك رقم بقى هو الرقم دي اللي هتعمل فيه ايه تكرارات يعني كده تيليكومينيكيشن سيستم الكيبل السي ال بي اللي هي اخر بعدها الكيبل اللايتنج بوستس اللي هي السي ال بي سي ال بي وطبعا ميزه الكود اللي هو بين قوسين دول لو خطات ونسيت نشاط وما عملتهوش وانت شغال اصلا بتعمل الريليشن بتكتشفه وبتيجي مسكنه في مكانه على طول لان بتبقى دي ميزه كويسه ان انت ان كل نشاط اصلا يونيك وهو معروف هو مكانه فين معروف مكان الزون بتاعته فين الاي اس كل اللي خاص بالاي اس هات الالكتريكال سيرفيس اهوت بعد كده الاي اس اللي هي الايروجيشن سيستم تقريبا الاي اس الايروجيشن سيستم الاعمال الخاصه بالاي اس بعد كده هنخش على البادبل واتر البي دبليو بادبل واتر اهيت بسم الله بعد كده الساور ايه الاخر حاجه الساور سيستم وليس السيور لان انا بنلاقي ناس كتير بتقول عليها السيور لان الاي هنا شوا فهي سا سا وليس سي ساور سيستم فيه كده خلصنا زون 4 بالكامل يعني كده بدأنا نسكن ال دبليو بي اس بدأت تظهر عندنا اهوت لما نيجي نتكلم مثلا على زون 4 تحت من زون 4 مثلا اهوت ممكن نعمل كولابس 2 كولابس 2 ليفل 3 ولا 4 هنشوف الليفل 3 واقول له ابلاي واقول له على زون 4 لا ليفل 4 كولابس 2 ليفل 4 احنا عايزين لو قلنا ستاند اول وقولوا ايه كولابس 2 ليفل 3 وقول له ابلاي طيب ليفل 4 قول له ابلاي تمام كده يا باشمهندسين ايه تعالى بقى احنا لسه ما قاعدين ما حصلتش في زون لو وقفت هنا مش هتلاقي علامه الزائد يعني فوق هنا في مثلا في زون 3 فيز 4 ما فيش علامه الزائد الصغير يعني ما تحتهاش انشطه حضرتك دلوقتي زون 4 وتحت من زون 4 زون 4 فيز 1 ايه الاعمال اللي هي فيز 1 ادى موجوده تبدا تدوس على الزائد دي او تدوس عليها بيبدا ايه يسكنها لك بنفس الانشطه بيوضح لك ان كل ايه كل دبليو بي اس تحتها ايه تحتها الانشطه بتاعتي تمام طيب بننتقل بعد كده على فيز 3 هنعمل نفس ما عملنا هنبدا ندخل كل الانشطه تحت فيز 3 بي اتش 3 اهوت 3 3 3 لحد ما كل الاعمال اللي انت شايف قبل ما تلاقي 2 كده فين 3 اهوت الفاصل ادي كده اهو من اول هنا كده لحد تحت خاص بايه خاص ب قبل ما ننسى نقفل اربعه بالكامل يعني عشان ايه من توبش الثاني للاسف نرجع ثاني فيز 3 زون 3 فيز 3 من اول هنا كده اللي هو ايه زون 3 فيز 3 لحد هنا وروح ايه
وروح نزلهم لي انقلهم في مكان فيس 3 تمام. طيب بنبدا بعد كده على زون 3 فيز 2 فيز 2 انا عيني على البي اتش 02 يعني البي اتش 02 اهو البي اتش 02 هذا الفاصل نبدا اهو احنا هنا كده ايه في زون 3 فيز 2 تمام نتمنى ما نكونوش اخطانا قال تمام ننقل بعد كده على اخر واحده بقى اللي هي ايه فيز 1 اهي فيز 1 تمام يبقى احنا كده خلصنا حضرتك زون 3 ممكن بعد كده بقى ايه نسكن الاعمال اللي هي خاصه في اللي دول نقفل بقى دول كده بالمره كده ونخلصهم وبعد كده نبدا نخش مور ديتيلز اكتر لكل شبكه. احنا هنخش على زون 2 فيز 4 بي اتش 4 اهيت لسه ما زالت اطلع فوق بي اتش 3 لا بي اتش 3 بي اتش اهي من اول هنا كده ننزل تحت وهنا خاصة بفيز فيز 4 هنا بناخد كل الأنشطة اللي خاصة بفيز 3 احنا دلوقتي في زون 2 يا شباب هناخد كل الأنشطة الخاصة بفيز 3 اهوت فيز 3 فيز 3 اهيت انزل كل الأعمال الخاصة بفيز 3 بعد كده هناخد كل الأعمال احنا كده خلصنا فيز 4 طب فيز 3 خدنا الأعمال الخاصة بفيز 3 هناخد كل الأعمال اللي هي خاصة بفيز 2 كل الأعمال الخاصة بفيز 2 أدي فيز 1 قريت معانا فيز 1 أهي كده فيز 2 مهندس عمر الصوت واضح والشير واضح يا أستاذني ايوه باشمهندس الصوت تمام. واضح والشير تمام 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 بعد كده هناخد اخر شبكه معانا كده ايه خلصنا زون 2 خلصنا زون 2 بالكامل يعني سكننا كل ايه تحت كل فيز الانشطه بتاعتها هنرجع نخش عليهم بالتفاصيل بقى ايه هنرجع لهم بالتفاصيل تاني اللي تايه وقع منه حاجه هيسمع الفيديو تاني هيحس ان عمليه بسيطه ولكن هي مكرره وممله بصراحه يعني ولكن ايه ليس لنا ايه من الامر شيء يعني بنبدا ناخد بقى ايه احنا دلوقتي في زون في زون في زون واحد دلوقتي اتنقلنا لزون واحد ودي بترجع لعدد الزونات في المشروع لان الكيس فضل اللي انا حكاها لك يا باشمهندس هي كيس كبيره شويه يعني ففيها زونات كتير وفيزات كتير يعني بنتكلم انت في 15 مشروع جوه المشروع فمعظم المشاريع لو انت عندك ممكن تبقى 8 4 فيز 6 فيز فتلاقي الحاجات دي بتتكرر اقل ولكن اتعمدت نجيب لك كيس فضل كبيره يعني عشان يبقى تواجهك فيها كل المشاكل اللهم صل على محمد مصطفى نبدا بقى ناخد ايه الاعمال اللي خاصه بفيز 4 احنا دلوقتي في زون 1 هناخد كل الاعمال الخاصه بفيز 4 من اول هنا هنا فيز 4 تمام بعد كده اللي هو خاصه بفيز 3 الاعمال الخاصه بفيز 3 ما زالت 3 أو من هنا فاصل بين الثلاثة واثنين ثلاثة بعد كده حضرتك بتروح على طبعا الشباب أسرع مننا الصغيرين طبعا بيبقوا أسرع مننا في الحاجات دي إحنا عندنا زون واحد فيز اثنين كده هتروح على فيز اثنين حضرتك بعد كده آخر واحدة بقى إيه فيز اخر واحده اللي هي فيز واحد طبعا مفيش غير تمام طيب بعد كده احنا عملنا تجيب بقى من فوق دلوقتي اصبحت كل زون جوه الانشطه دلوقتي انا سكنت كل انشطه تحت الفيزات بتاعته ولكن
كل الشبكات مع بعض، يعني شبكه السور مع المياه. هنبدا نسكن كل شبكه تحت اسم مسمى بتاعها، تمام؟ طيب نبدا بزون واحد ده واحنا نازلين، مش هتفرق معانا. اهو زون واحد فيز 4. نبدا بقى من العادي واحنا نازلين من فوق، ولكن داخل الفيس من تحت لفوق، تمام؟ طيب اول حاجه ناخد الويرنج كورس، الشوط اللي خاصه بالويرنج كورس. في الويرنج كورس الانشطه الخاصه بالاوريجيشن تيليكومينيكيشن، الانشطه الخاصه بالسي ال بي، هات لي السي ال بي اهيت اللي هي الكيبل لايتنج بوستس، الانشطه الخاصه بالالكتريكال سيرفيس اهيت الالكتريكال سيرفيس، الانشطه الخاصه بالاوريجيشن سيستم irrigation system اهوت. لاحظ يا باشمهندس عشان الخطا بس يا ريت تبقى ايه مركز شويه، يعني بتحتاج تركيز الحاجات دي. بعد كده الانشطه الخاصه بالبوتابل ووتر، واخر حاجه السور سيستم ايه مفيش غيرهم خاص بالسور سيستم. كده خلصنا زون واحد فيز واحد، تمام؟ نبدا على زون واحد فيز اثنين. انا جايب من هنا وانا قافل هنا، جايب من فوق كده ولتحت نازل لحد ما نوصل ايه، احنا خلصنا زون 4 بالكامل، يعني لحد ما هنخلص زون 1 وهنخلص زون 2 وزون 3 من تحت لفوق، ولكن داخل الفيز بنبدا من انا هنا من فوق لتحت. يعني انا خلصت هنا زون 1 فيز 1، هناخد زون 1 فيز 2 وهكذا زون 1 فيز 3 لحد ما نوصل لزون 3 فيز 3. بس جوه الفيز بنبدا من تحت لفوق، اسرع لي واسهل لي. يعني اهوت انا كده بننزل من تحت لفوق اهو. خش على الانشطه الخاصه بالويرنج كورس، الكيبل لايتنج احنا دلوقتي بعد الويرنج كورس ايه التليكومينيكيشن اللي هي تي اس. بص شويه تحت عشان كده التليكومينيكيشن تي اس، ايوه احنا في التليكومينيكيشن. بعد كده الكيبل لايتنج بوستس اللي هي السي ال بي، سي ال بي او احنا نوقف عند هنا السي ال بي، ناخد الانشطه الخاصه بها الكيبل لايتنج بوستس سي ال بي. بعد كده الالكتريكال سيرفيس الاي اس، الالكتريكال سيرفيس. طبعا انا لو بشرح يا باشمهندسين كنت اخترت، لو انا اشرح لك الكورس بسرعه كنت اخترت لك كيس استادي صغيره، بمعنى ان انا، ولكن انا متعمد احكي لك كيس استادي حيه، فهي للاسف هي مجرد اعمال ريبليكيتد، يا ريت تستحملونا. ليه؟ لان عشان بس نظبط لك الفلوت بتاع انا ده كله عامل كيس استادي كبير عشان نبين لك الكونسترينس وازاي امتى تتجاهب او تطبق الدي سي ام اي، وايه المشاكل الفعليه. يعني انا لو اشرح لك كيس استادي صغيره كنت قلت لك مثلا ايه 20 نشاط وتسكنهم بالطريقه دي وهي ريبليكيت، ولكن انا بحكي لك كيس استادي طويله ودي تعب عليا على فكره، يعني هو تعب عليا ولكن يا امانه لازم اوصلها لك كامله زي ما هي كده. فيا ريت تستحملونا يعني. كده احنا كده ايه سكننا زون واحد فيز اثنين، تمام؟ هنرجع بعد كده على زون واحد فيز ثلاثة، نفس ما عملنا في اللي فاتوا كلهم. الويرنج كورس، بعد كده التليكومينيكيشن، الانشطه الخاصه بالتي اس تليكومينيكيشن. بعد كده اللي هي السي، بعد كده الايه الكيبل لايتنج بوستس اللي هي السي ال بي، سي ال بي. بعد كده هناخد الالكتريكال، وطبعا الخطوات دي ما ينفعش نقول لك كملوا بقى، لان انا لازم اكمل، يعني للاسف لازم اكمل يعني، وانا الحاجات دي بطلتها من زمان، يعني هي اصلا مجهود عليا اكتر والله يعني، بس لازم اعملها. الاريجيشن سيستم الاي اس، الاريجيشن سيستم والبوتابل ووتر، ناخد البوتابل ووتر من هول هنا لهنا بوتابل ووتر، واخر حاجه الاس اس نفس القصه، تمام؟ طيب خلصنا زون واحد فيز ثلاثه، الحمد لله. نبدا نخش على
بدأنا تقريبا وصلنا النص كده في الأعمال واستهلكنا من الوقت يا ده الساعة العشرة. طيب ربنا يعيننا. الويرين كورس ال WS بعد كده اللي هي التليكومنيكيشن سكنها في مكانها. الكيبل لايتنج بوستس كيبل لايتنج بوستس كيبل لايتنج بوستس الالكتريكال سيرفيس الاي اس الالكتريكال سيرفيس الاي اس. انا كنت مرتب ان انا اخلص الاكسترنال والانترنال ريليشن بس للاسف ممكن نخلصه الاكستيريور النهارده فقط. كده الالكتريكال سيرفيس والاي اس الاريجيشن سيستم اي اس الاريجيشن سيستم والبي دبليو اللي هي البادبل واتر كتابي واخر حاجه الاس اس 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 هو تمام. طيب كده خلصنا بحمد الله ايه زون واحد نقفلها ومخلصين احنا قبل كده زون أربعة. ففضل معانا ايه فضل معانا زونين فقط اللي هي زون اثنين وزون ثلاثة. زون ثلاثة اقل فيس يعني ايه عدينا النص كده. بسم الله ناخد نفس القصه ويرن كورس telecommunications we cable lighting posters cable lighting posters we electrical service ES أول هنا ES electrical service. بعد كده ناخد ال IS اللي هي irrigation system IS. بعد كده ال potable water potable water تعليمها غلط راحت من عندنا ال potable water هتعلم عليها تاني ال potable water مكانها. بعد كده ال sewer system ايه كلك على بعض كده خلصنا زون اتنين فيز واحد نقفلها. زون اثنين فيز واحد نخش على زون اثنين فيز ثلاثة يا مسهل. زون اثنين فيز اثنين مش فيز ثلاثة زون اثنين فيز اثنين ويرين كورس بعد كده تيليكومنيكيشن بعد التيليكومنيكيشن الكيبل اللايتنج بوستس سي ال بي كيبل اللايتنج بوستس الكيبل اللايتنج بوستس. بعد كده هنخش على الاي اس الالكتريكال سيرفيس الكتريكال سيرفيس الاي اس. بعد كده الاريجيشن سيستم الاي اس الاريجيشن سيستم. بعد كده البي دبليو البي دبليو. بعد كده الساور سيستم الأخيرة. طبعا اللي بيسمع يعني وفهم حاجتين بعد كده في الفيديو المسجل لما يحب يراجع ايه يقدم الفيديو يعني عشان ايه. بعد كده زون اتنين فيز اتنين خلصناها. بعد كده زون اتنين فيز تلاتة الويرن كورس الويرن كورس. بعد كده التليكومنيكيشن بعد كده الكيبل لايتنج بوستس بعد كده الاي اس الكتريكال سيرفيس بعد كده الاي اس الاريجيشن سيستم بعد كده البادبل واتر البي دبليو بعد كده الاس اس اللي هي ايه ساور ايه ساور سيستم تمام. خلصنا كده زون زون 2 فيز 3 زون 4 زون 2 فيز 4 تمام. بعد كده هناخد تليكومنيكيشن تليكومنيكيشن. بعد كده هناخد السي ال بي الكيبل لايتنج بوستس
cable lighting posts. بعد كده ناخد ال ES electrical service. ES electrical service. بعد كده ال irrigation system ال IS. Irrigation system IS. بعد كده ال potable water ال PW. بعد كده آخر حاجة ال sewer system معانا. دخلنا ساعة ما شاء الله هنخلص ساعة تقول ماشي. كده خلصنا. باقي معانا فيز ثلاثة هي الأخيرة وهي ثلاثة فيزز يعني مش كتير. وين كورس وين كورس تليكومينيكيشن communication cable lighting posts اللي هي CLP cable lighting posts. بعد كده ES electrical LES electrical service. بعد كده irrigation system IS IS irrigation irrigation system. بعد كده potable water PW. بعد كده آخر واحدة. تمام. ننتقل بعد كده إلى زون ثلاثة فيز 2 وهي الفيز اللي قبل الأخيرة يعني الحمد لله خلصنا دي بعد ما عنها يعني. بسم الله. كده الويرنج كورس. تليكومونيكيشن. بعد كده الكيبل لايتنج بوستس اللي بعديها. الكيبل لايتنج بوستس سكناها. بعد كده الاي اس الاي اس الكتريكال سيرفيس اللي عايز يعمل بقى كوباية كافي كده قبل ما نبدأ يعني كاب اوف كافي قبل ما نبدأ بقى الشغل الجد يظبط دماغه. ودلوقتي خطوات ايه شبه ريبليكيتد هنبدأ خلصنا اهوت. الاريجيشن سيستم. بعد كده البودابل واتر. بعد كده اخر حاجه اللي هي الايه الساور سيستم. تمام. كده باقي معنا اخر الحمد لله اخر فيز وين كورس تيليكومينيكيشن communication. بعد كده CLP cable lighting posts cable lighting posts. بعد كده electrical service ES electrical service. بعد كده IS بعد كده potable water LP. فين بقى البادبل واتر هنا آيت. احنا عيننا على اللي مش واخد باله يا شباب انا كل عيني ما بنقراش النشاط انا بين قوسين بنقرا الكود اللي احنا مظبطينه مع بعض اللي هو بين قوسين مظبطينه مع بعض في الاكسل. بعد كده الالكتريكال سيستم. كده تمام يا شباب كده سكننا كل ايه حضرتك ايه كل الانشطه وتتاكد بقى تيجي عامل ازاي كولابس 2 ليفل 4 وتقول له ابلاي. بتيجي حضرتك بتبص هنا بتلاقي جنب منه علامه زائد اهي تحت ال دبليو بي اس اللي هي البلو كولر دي اللي هو التو سكوير بلو كولر دبليو ايه جنبها بلس بلس بلس. فالبلس دي معناها ايه ان تحتها ايه تحتيها الانشطه الخاصه به. تمام. كده سكننا. لاحظ ان احنا لسه ما اتكلمناش على لا ديوريشن ولا الكلام ده كله. بنبدا بعد كده يا باشمهندسين هنبدا اول حاجه تطبيق الدي سي ام اي. طبعا اللي راجع معانا الدي سي ام اي بيفتكر يعرف ان احنا كنا بنتكلم ان الانشطه هات لي الاوريجينال ديوريشن بس فوق كده اكتف نيم ابلاي اوكي. كنا بنتكلم في الدي سي ام اي ان العلاقات بين الانشطه اكتر من 90% يكون فينش تو ستار. انا بطبيعتي بعملها 100% فينش تو ستار وهنبدا نعرف مع بعض النهارده. تمام. طيب هنعمل اول حاجه يا باشمهندسين هنبدا نقول له ايه
نكبر بس البار تشارت ده هو عشان ايه نبقى حاسين بكل حاجه معانا كده. ماشي هو يوم واحد بس انا كبر. اول حاجه يا باشمهندسين اعمل اكسباند اول بقى، خلي كل الانشطه تبان قدامنا. اول حاجه هنبدا في نوعين من الريليشنز العلاقات، مش قصدي نوع العلاقه، انا بقول لك في نوعين من الربط، الربط الداخلي وبعد كده الربط الخارجي. ايه هو الربط الداخلي؟ الربط الداخلي، وطبعا انت تشتغل على المينيمم ريليشنز، يعني اقل ما يمكن في العلاقات. انا بشوف ناس يقول لك ايه بقى، يقول لك مثلا اعمال على سبيل المثال اعمال صبت بلاطه الدور الارضي، يجي يقول لك قبل بلاطه الدور الارضي يقول لك ايه، حداده ونجاره الاعمده، صب الاعمده، معالجه الاعمده، وده ممكن يجيب لك من الاواعي. طب ايه اللي لازم تقول مثلا بلاطه الدور الارضي بعدها الاعمده، يعني اللي قبلها كانت الاعمده فقط، ما تخشش في التفاصيل. تمام، يبقى انت بتشتغل اول حاجه من الفنيات اللي بتستعملها انت بتشتغل على الهارد ريليشن او المينيمم ريليشن لوجيك. بمعنى ايه؟ ان ما ينفعش تتم الحاجه غير هي معمول. لو الحاجه تتم بعلاقه واحده وخلاص تمت اكتفي بعد كده، اقل ليه هتعوزها بعد كده، هتعرف سببها ايه بعد كده عشان تبقى عارف البرنامج بيتفك منين وامتى تبدا تقلل الفلوت وامتى تبدا تضغط البرنامج لو انت عايز تعمل ريكفري او ريفايز لو حسب نوع المشروع بتاعك وطبيعته يعني طبيعه حاله. وهنتكلم في المحاضره بعد كده ان شاء الله بعد نهايه الكورس عن الفرق بين الريكفري والريفايز وازاي تعمل ريكفري وريفايز. يبقى اول خطوه هنعملها النهارده هنربط العلاقات الداخليه. ايه هي العلاقات الداخليه؟ بنعلم على اول واحده كده واخر واحده وتقول له كليك يمين لينك اكتيفيتيز. تمام، حضرتك لو بصيت هنا لو 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 ريليشن شيب لاينز بتدوس عليها اللي فوق خالص دي اهيت هنا كده اهي ظهرت قدام، ولو دوست سكادول حضرتك هتلاقي خلاص ربطت اهو. تمام، طبعا ايه اخضر احمر ما تشغلش بالك. لاحظ هنا فيه نقطه هنا تيجي بقى ايه، في اكيد في اجازه في حاجه هنا، لاحظ ان ايه النوع بقى ايه الكالندر. تمام، ونيجي نتاكد حضرتك يا باشمهندس اظهر كده الكالندر في الاول كده برضو نشيكه عليها وبعدين نقول له ايه انا بشتغل معاك مش عايز يعني انا كنت في دماغي اخلص حاجه النهارده ممكن ما اقدرش اخلصها ولكن انا بشتغل معاك زي ما بشتغل في كالندر. اظهروا بس الكالندر نقف هنا هذا الكالندر واقول له ابلاي ونشوفه ان احنا ايه اوكي. طيب انا مختار كالندر مظبوطه انا مظبطها. طيب هل هي كل الكالندر عندي؟ لو حضرتك عايز تتاكد طبعا هشرح لكم محاضره ان شاء الله ولكن بعد نهايه الكورس عن ازاي تطبق الكالندر لان الكالندر دي فيها مشاكل كتير. وانا اول ما عملت طبعا عينك بص يا باشمهندس انت عملت علاقه اهوت علاقه ربطت العلاقات وعملت لقيت البار هنا نط. شوف نط مسافه قد ايه، مسافه كبيره اهو. ففي مشكله هنا، في اجازه كذا، في لازم تحل المشكله دي قبل ما تبدا. ليه يبقى في اجازه؟ هل الكالندر مظبوط؟ هل الكالندر تراجع بقى الكالندر مبدئيا حضرتك عايز لو انت معلم عامل اساين على الكالندر بتاعت حضرتك واللي انت عايزها زي ما انا عاملها كده عامل كالندر اسمها بودن كالندر بتعلم على اول واحده وعلى اخر واحده وتقول له في الداون خلاص تيجي عامل كده وتقول له في الداون هو عمل لك ايه ظبط لك ايه ظبط لك الكالندر. يبقى انت كده في الاول خالص بسم الله الرحمن الرحيم بدأ ايه تاكد على الكالندر. بعد ما اتاكدت عليها حضرتك بترجعها مكانها تاني وتقول له ابلاي اوكي. احنا دلوقتي بنبدا نربط العلاقات الداخليه على تعلم على احنا دلوقتي تحت ايه، تحت كل نوع اعمال. يعني انا دلوقتي شغال تحت نوع الاعمال البطب والواتر هنربطهم مع بعض. ولاحظ وانا خد بالك بقى يا باشمهندس حتى لو المفروض بقى تيجي عامل هنا ايه تيجي دايس هنا كده على هنا تعمل الترتيب حسب الاي دي. يعني اول ما بتدوس هنا ويجي لك سهم المثلث تحت كده هو بيرتب لك ايه، بيرتب لك من 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 تحت اللي فوق يعني 9 10 كذا كذا كذا. ماشي، طيب لو اتقلب منك المثلث قلب لفوق تبقى تاخد بالك ايه المثلث لفوق تضغط هنا بيبدا يرتب لك. واحنا في الاكسل يا شباب كنا مرتبين الاي دي بناء على طبيعه الاعمال. يعني بمعنى صح انا في اعمالي لما نيجي نشتغل على اعمال شبكه الميه إيه
بنعمل اعمال السيفتي الاول واعمال المساحه وبعد كده الحفر وبعد كده البيدنج الليفلنج وبعد كده السبلاي. يعني انا متاكد ان الترتيب ده هو الترتيب المنطقي. حضرتك لو مش متاكد ان الترتيب المنطقي هتتعب. يبقى انا حتى لاحظ وانا بعمل الاكسل اللي في الاول كنت برتب الانشطه حسب الترتيب المنطقي للاعمال. بمعنى ايه؟ انا قبل ما اخش اعمل شبكه الميه او قبل ما اخش اعمل شبكه الصرف او اي نوع من الشبكه بنبدا حضرتك قبل ما بتخش بتعمل ايه؟ اصلا السيفتي مش هيسمح لك انك تحفر غير وانت مسلمه اعمال السيفتي. يعني انت مامن ومطمن وعامل حواجز النيوجيرسي ومظبط، ولو انت شغال في طريق عام بتبدا مشغل الاناره الليليه والكلام ده كله ومتمم. يعني انت خدت اكسبت، خدت الريكوست ان انت مقبول، ابدا اشتغل. بعد كده حضرتك بتبدا تحفر. بعد ما بتعمل تحفر بتبدا تساوي، تمام؟ تبدا اللي هو البيدنج الليفلنج، بتعمل التسويه والكلام ده كله وبتسلم التسويه والكلام. بعد كده بتخش على التنزيل الكابلات للاسف المواسير والوصلات بتاعتها والاكسسوارات بتاعتها، تبدا تربطها. بعد كده بعد ما بتخلص كده، خلصت قبل الحفر قبل الردم، بتعمل ايه؟ بتختبر الشبكه، تمام؟ دي الترتيب المنطقي، بنختبر الشبكه اللي هو السيستم ايه؟ السيستم تيستينج. بعد كده بعد ما بتختبر الشبكه بتبدا تحط تردم شويه، وبعد كده تحط الشريط التحذيري. يعني انت بتردم بعد كده تحط الشريط التحذيري حسب نوع المواصف. بيقول لك مثلا ايه الشريط التحذيري؟ لو الدبس بيختلف من كل دبس، يعني طبعا ايه لو الدبس قليل بيبدا يحطه، يقول لك مثلا المسافه تكون كذا عن منسوب التاسيس. دي بتكون ايه نوع المواصفه في شروط الردم، او اللي هو الميثود اوف ستيتمنت. يعني الميثود اوف ستيتمنت يقول لك مثلا ايه الشريط التحذيري هيتحط بعد ايه، قبل الماسوره بقد ايه كذا، تمام؟ بتحط تردم بعد كده تحط الشريط التحذيري بعد كده تكمل الردم بتاعك. وفي اخر حاجه كانت عندنا طبعا ايه الوصلات المنزليه، هيبدا يوصل ايه. دي طبيعه ايه؟ طبيعه عمل. في ناس هترتب عملها بطريقه ثانيه، مثلا هو قبل ما يردم بيكون عمل الوصلات المنزليه. يبقى اذا حضرتك انا حاطط الوصلات المنزليه هنا لان كان طبيعه العمل انهم هيعملوا الخط الرئيسي وبعد كده هيردموا وبعد كده هيوصلوا الوصلات المنزليه في الاخر. ليه احنا مؤخرين هي في المشروع دي؟ انا بحكي لك قصه استدي حقيقي. احنا مؤخرينها في المشروع دي لان في مقاول ثاني اسمه مطور عقاري او الديفلوبر لسه ما حددش او ما اعتمدش اماكن الفيلل او الوحدات السكنيه اللي موجوده. فاحنا شغالين في المشروع، احنا شغالين بالخطوط الرئيسيه. بعد كده عبال ما يكون هو اعتمد نكون احنا قربنا خلاص نبدا نشغل ايه الوصلات المنزليه، ناخد المخططات بتاعته ونبدا نوقع الاحداثيات ونعرف مكانها فين ونبدا نعمل الوصلات المنزليه بناء على ايه؟ بناء على المخططات المعتمده من الديفلوبر او المطور العقاري الموجود هيخش معانا ايه مقاول ثالث في المشروع. يعني في اثنين مقاولين حاليا، في يخش مقاول ثالث. يبقى اذا حضرتك وانت في الاكسل شيت بتبدا تكون منظم الأنشطة حسب طبيعة الأعمال. ليه؟ عشان بتريحك. أهوت هنبدأ، أنا كده شرحت الوضع، هنبدأ بقى نكمل. بتبدأ تتعلم على أول واحدة وآخر واحدة وتدوس شيفت، تتعلم على أول واحدة طبعا وتدوس شيفت وعلى آخر واحدة وتيجي كليك يمين بعدين لينك أكتيفيتيز، ربطنا العلاقة. وبعدين يبقى نفس القصة، أول واحدة آخر واحدة لينك أكتيفيتيز، نفس القصة لينك أكتيفيتيز. انا لاحظ ايه في اللينك اكتيفيتيز دي خاصه بالفينش تو ستار، تمام؟ اول واحده مع اخر واحده لينك اكتيفيتيز، اول واحده مع اخر واحده لينك اكتيفيتيز. اهوت وانا نازل كده، اول واحده مع اخر واحده لينك اكتيفيتيز، خلصناها لينك اكتيفيتيز. اول نشاط مع اخره لينك اكتيفيتيز. انا طبعا لو انت مش مرتب هتتعب في العلاقه دي لينك اكتيفيتيز، لو الانشطه مش مترتبه. وخد بالك السهم فين في الاكتيفيتي اي دي؟ في الحاله دي الاكتيفيتي اي دي السهم نازل تحت، انا مترتبه. ودي وخد بالك يا باشمهندس كل كلمه قلناها في الاكسل شيت لازم تطبقها كويس عشان ما تتعبش التعب دي. انا في حاجات بنقول لك اعمل وما بنذكرلكش السبب، لان لو ذكرت لك السبب كنت هضيع وقتك. ولاحظ لما قلنا ازاي ترتب الاكتيفيتي كود اللي هو شوف هنا 74 75 76 77 78 عشان لما تعمل الترتيب دي يبقى مظبوط معاك وريحك في العلاقه في الحاجات اللي احنا بنعملوها. بنعمل الريليشن او لينك اكتيفيتيز، لينك اكتيفيتيز، لينك اكتيفيتيز، تمام. اوعى واحد يغلط ويمسك اول واحده مع اخر واحده هنا ويقول له لينك اكتيفيتيز، لا هيعملهم كلك. انا بنتكلم على الانتيريور
ريليشن كل شبكه لوحدها، لانك لو علمتها الاول واحده هنا وحضرتك نزلتها لاخر واحده هنا هيبدا كله فينش تو ستار، يعني بمعنى صح هيقول لك ان البوتابل ووتر مش هتنتهي، الاريجيشن سيستم مش هتبدا غير لما تخلص كل الاعمال في الميه، يعني بمعنى صح شبكه الري مش هتبدا لو انا علمت من هنا كده وجيت هنا كده عملت له كده وقلت له لينك اكتيفيتيز، في الحاله دي مش هتبدا اي نشاط في شبكه الري غير لما تخلص كل الانشطه في شبكه الميه، ودي طبعا مش منطقي خطا، فحضرتك لازم تاخد بالك وانت بتعلم تكون معلم على كل شبكه داخليه، لذلك بنقول لك ايه الانتيريور ريليشن العلاقات الداخليه، في علاقات خارجيه في علاقات الخارجيه هنبدا لو ربنا عنا هنبدا فيها النهارده او ممكن لو ما لحقناش نكمل ايه في محاضرات قادمه، لينك اكتيفيتيز ان شاء الله هنلحقها. لينك اكتيفيتيز تمام، لينك اكتيفيتيز طبعا هي دي الطريقه الصح للناس اللي هتشتغل صح. انت لو عايز تعمل برنامج زمني شكله حلو بس يكون مضروب ومش منظم ممكن اعملك من البدايه للنهايه في 5 دقائق يعني، ولكن للاسف الصح او المور ديتيلز لو انت هتستعمل مونيتورنج اند كنترولنج عليه ويكون برنامج يعكس الواقع والطبيعي وتبدا تعمل متابعه عليه وتعمل مراقبه عليه وتبدا لو عرفت تعمل ترفع كليم بعد كده يكون عندك حق، ولما تستند البرنامج الزمني هو مش هينعمل غير بالطريقه دي، ودي اسهل طريقه انا شايفها من وجهه نظري يعني ايه. اما الناس اللي بتاخد بقى تعمل 5-6 انشطه وتبقى تاخدها كوبي وبيست والكلام ده كله دي طبعا ايه مش صحيح نهائيا. لينك اكتيفيتيز خلصنا زون 1 نخش على زون 2 لينك اكتيفيتيز تمام كده لينك اكتيفيتيز خلصنا ده لينك اكتيفيتيز لينك اربط لينك اكتيفيتيز لينك. انا طبعا بشتغل اكتر ما بتكلم يعني لان هو اصلا معظمها ايه دلوقتي من ورا لازم انا نعمل الخطوات دي كلها لينك اكتيفيتيز لينك اكتيفيتيز هنا لينك اكتيفيتيز لينك اكتيفيتيز وصلنا لينك ومو اللي بعدها لينك بوتها باشمهندسين فينش تو ستار ومشروعك كله فينش تو ستار الا اذا اضطريت يعني تضطر تو ستار 5-6 انشطه بالكثير يعني لو كان عندك 1000 نشاط يعني واحنا بنعمل مع بعض اهوت ومش هنلجا لاي انشطه ثانيه من اي علاقات ثانيه نوع علاقات ثانيه غير الفينش تو ستار لينك اكتيفيتيز ليه؟ لان الدي سي ام اي وصت ان هو يكون اكثر من 90% وبالتالي اكتر يعني مع لو عملتها 100% فانت مشكور يعني غير الفينش تو ستار، وبرده في العلاقات الخارجيه برده هتلاقينا بنشتغل فينش تو ستار لينك اكتيفيتيز ودي اول رول معانا ان احنا ايه طبقنا دي سي ام اي ان احنا ما بنستعملش اي نوع علاقات غير الفينش تو ستار لينك اكتيفيتيز طبعا انا بينت لحضراتكم اي لو علاقات واديتكم امثله ان لو مثلا لو هي فينش تو فينش او
ستار تو فينش والكلام ده كله اسبابها. يعني اللي ما عرفش ايه ستار ونستعمل ستار بسعر قليل جدا، يا ريت يراجع ايه؟ يا ريت يراجع المحاضره الاولى والثانيه. لينك اكتيفيتيز، لينك اكتيفيتيز. كده خلصنا وباين معانا لينك اكتيفيتيز. اللي بيسمع بقى الفيديو يا شباب وانتم بتسمعوه بعد كده يبقى يقدم بقى، فهم القصه يقدم يعني، بس انا للاسف لازم اعمله يعني. لينك اكتيفيتيز، لينك 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 اكتيفيتيز لينك 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 اكتيفيتي. خلاص خلصنا الحمد لله. لينك كده ربطنا كل العلاقات، لينك اكتيفيتيز، ربطنا كل العلاقات الداخليه وكل العلاقات الداخليه كده. وانا في دماغي وانا كمخطط للمشروع بتاعي عارف ان كل العلاقات الداخليه فين ستار. اذا انا مطمن كده ما فيش اي مشكله عندي حسب الدي سي بي. عايز تتاكد حضرتك تدوس سكادول كده وتلاقي ايه، وتيجي بصص بصه كده ما تلاقيش اي حاجه. الازرق دي يا شباب الودده دي اللي هو خط المتابعه، تمام؟ تلاقي كله متحرك معاك ايه، كله ما فيش حاجه، ما فيش نشاطين تحت بعض. اهو اللي جنب الداتا ديت، لو بصيت هنا من الداتا ديت ولقيت نشاطين تحت بعض اعرف ان ايه مش متربطين. اهو لازم يكون كلك ورا بعض، تمام؟ لفه سريعه كده حضرتك بتتاكد لو انت ايه اخطات في حاجه ولا حاجه نسيت ما تربط ايه كده الانشطه ايه اتربطت كلها مع بعضها، تمام؟ بعد كده انا المفروض كنت نبدا مثلا الاكستيريور ريليشن، بس انا مش هبدا الاكستيريور ريليشن دلوقتي عشان ايه، لازم اعلمك الكود. وبصراحه انا ايه زهقت في الاعمال كتير، لازم ايه نبدا حاجه ثانيه النهارده يعني. عشان مثلا لان بص يا باشمهندسين خد بالك، سر البرمافيرا في الفلاتر والتكوين عشان تخلي البرمافيرا تتكلم معاك اي حاجه انت عايزها. فاحنا عملنا الدبليو بي اس النهارده، هعمل لك حاجه ثانيه شبيهه من الدبليو بي اس تخدمك. بمعنى ايه؟ بس مش هنعملها النهارده، هنعملها بكره ان شاء الله. بمعنى ان انت لو عايز شبكات الصرف كلها ورا بعضها، طب عايز الميه كلها ورا بعضها، لاحظ ان احنا هنا ايه، لو عملنا مثلا كولابس 2 ليفل مثلا 4 وقلت له ابلاي، طبعا هنا ايه السور سيستم هنا اهو، وادا سور سيستم وادا سور سيستم. طب انا لو عايز كل السور سيستم ورا بعضه هنبداه فيها ان شاء الله من الحلقه الجايه. نبدا في التكوين. هنكمل النهارده ايه بقى؟ هنبدا النهارده حاجه ان هي ازاي نحط الديوريشن بناء على الريسورس. ركز معايا يا باشمهندس، دي اول كلام مش هتسمعه، مش موجود قبل كده، وابحث ورايا، تمام؟ كله بيقول لك قدر، اقعد مع مدير المشروع وقدر، دي خمس ايام، دي ست ايام، خد البيسوميستيك والموست لايكلي والكلام ده كله، الاوبتوميستيك والبيسوميستيك والموست لايكلي، وخد يعني مثلا ايه، واحد يقول لك مثلا ايه اعمال السيفتي خمس ايام، واحد يقول لك سبع ايام، واحد يقول لك اربع ايام، ممكن مش عارف دي اكتر، وخمسه سته قالوا مثلا خمس ايام، يبقى دي الموست لايكلي. والطريقه دي كلها الطريقه بتاعت البي ام بي. لا حضرتك انا هقول لك على طريقه اكتر بناء على الريسورس اللي احنا حطيناه. انت لما تقف على اعمال، بص يا باشمهندس حضرتك، اعمال ايه؟ اعمال السيتنج اوت اند رود سيرفي.
وفي هنا سيتنج اوت، خلي بالك بتقف هنا على النشاط وانت فاتح على الريسورس. ايه الريسورس؟ طبعا احنا ما حملناش الريسورس، احنا المفروض كانت في ريسورس ثانيه كنا حملناها اللي هي المعده، تمام؟ طيب احنا هنا ما حملناش ايه؟ احنا هنا ما حملناش المعدات، احنا محملين عماله، تمام؟ طيب احنا بقول لك ايه بقى؟ البادجت يونت، تمام؟ احنا لازم تظهر قدامك يا باشمهندس البادجت يونت بير تايم والبادجت يونت والبرايس بير يونت والبادجت كوست. انا قلت لحضرتك دولت لازم يكونوا ظاهرين قدامك، تمام؟ طيب احنا لاحظ ان هو بيقول لك ايه 200 لو هتخلصها في يوم واحد، لو هتخلص الشبكه دي في يوم واحد محتاج 266 عامل. طبعا دي صعب. طب لو عملنا تيجي مثلا في الحاله دي هتقول له ايه؟ لا انا هخليها 10 ايام، تمام؟ في الحاله دي ايه عشان نخلص؟ لاحظ بقى هنا يا باشمهندس ايه البادجت يونت، البادجت يونت هنا دلوقتي كام؟ 27 عامل. محتاج انت 27 عامل لمده، طبعا انا المشروع دي منه ضخم واعمال اللي انت لو تتخيل ان المساحه كبيره، تمام؟ احنا بنتكلم 4 مليون متر مسطح، فهو محتاج ايه؟ محتاج هنا محتاج 27 عامل لمده 10 ايام. طيب انا العماله انت معاك ايه؟ الشيت بتاع العماله، يبقى اذا الجروب بتاع السيفتي هتحتاج ايه؟ هتحتاج 27 عامل لمده 10 ايام. طب تعالى نعمل حركه كده ونخلص اعمال السيفتي كلها ورا بعضها، تمام؟ يعني ايه؟ انا هنركز على كل السيفتي، هنعدل الديوريشن بتاعت كل السيفتي للاعمال كلها. حضرتك بتلاحظ ان احنا عندنا ايه؟ نلاحظ كلمه سيتنج اوت اند روت سيرفي والاتش اس اي اللي انا قلت لحضرتك الهيلث سيفتي انفايرمنت ريكويرمنت اللي هي الاعمال الايه الصحه والسلامه السيفتي والصحه والايه والبيئه والكلام ده كله، دي اختصار. طيب عايزين بقى نخلص كل اعمال السيتنج اوت روتس فين نحط الديوريشن بتاعتها. حضرتك بتيجي معلم ايه بتقول له اي نشاط ممكن تاخد الكلمه دي مثلا اتش اس اي او اختصارا مثلا سيتنج اوت تاخد اسم النشاط كده الروت سيرفي الروت سيرفي ان اتش اس اي ريكويرمنتس لحد ما تاخدش اليونيك يا باشمهندس، تاخدش الكود، ما تاخدش الكود بتاع ايه بتاع النشاط، تاخده كوبي كده كنترول سي وبعد كده تخش تعمل فلتر، تمام؟ اي فلتر مثلا تقول له نيو، تمام؟ وبعدين تقول له مثلا ما فيش مشكله دي هنعمله نسميه اي حاجه ثلاث وحايد، وبعدين تقول له ايه لما تكون، خد بالك بقى وهنشرح لكم الفلاتر فتره ولكن احنا محتاجين دلوقتي، هتقول له الاكتيفيتي نيم، الاكتيفيتي نيم از ايكوالز، بص بقى از كونتينز تحتوي، تمام؟ تحتوي الكلمه اللي انا خدتها دي، قول له اوكي وقول له ابلاي، تمام؟ كده بدا هو ايه يجيب لنا يا باشمهندسين كل اعمال ايه؟ كل اعمال الهيلثي والسيفتي. هنبدا نعدل المدد بتاعتهم بقى. يبقى اذا حضرتك الناس اللي مستهونه، يعني مثلا ايه؟ انت مستهون باعمال السيفتي، لو واحد مش مقدر او ما عندوش الريسورس كان يقول لك يا عم ده 10 ايام زي الفل خمس ست عمال، لا يا باشمهندس ده انت محتاج 27 عامل لمده 10 ايام، يعني اذا محتاج عمال فعلا. يعني مش خمس ست عمال هيخلصوا لك، لا حضرتك. وجبنا الرقم دي منين؟ اللي هو البادجت يونت بير تايم. حضرتك اللي مش فاكره او مش تابع معانا يراجع الاكسل اللي احنا محاضرات السابق. طيب بنبدا بعد كده للنشاط اللي بعده. النشاط اللي بعده بيقول لك 295، طبعا نحطه كده لو نحطه مثلا نقول 11 يوم كده 11 يوم، ايوه ظبطت على 27 عامل. ليه يا باشمهندس انا قلت هنا 11 يوم وقلت هنا 10 ايام؟ انا فرضت من الاول كده على فريق واحد يكون مع مهندس السيفتي مع مهندس 27 عامل، ما انا مش كلهم بقى هنقول له ايه خد 28 خد مش 29 خد، فاهم؟ نقول مثلا ايه نفرض ان هم فريق واحد ايه موجودين معاه 27 عامل، ولذلك هنا انا حطيت 11 يوم، تمام؟ هنا حطيت 10 ايام لان ال 27 عامل اهوت في اليوم، تمام؟ وهنا حطيت 11 يوم هياخدوا برضه هم ال 27 عامل. وممكن بقى ايه يا اما تشتغل فريقين يا اما في الحاله دي انا هنقول ايه ان اعمال السيفتي هيخلص السور سيستم شبكه السيرفس بعد كده اخش على البادبل واد، تمام؟ طيب بعد كده هو بيقول لك 90 يوم، 90 يوم طب قول له كده اربع ايام 23 يوم، لو قلنا مثلا ثلاث ايام يعني ما خليها خلاص ما هو ثلاث ايام مديك 30 عامل. شوف احنا من هنا بنحط المده بناء على الريسورس، ولو عندك معدات
يعني مثلا هو هم بتوع المساحه دي لاول مره يا باشمهندس، حضرتك ركز الكلام دي ما اتقالش قبل كده، ودي عباره عن خبره مش قرايه كتب يعني. لو في بتيجي بقى ايه عشان تقدر المده دي، عشان بس للامانه ما ننساش. لو انا طبعا هم العمال بيجوا معاهم كرين ينزل النيوجيرسي وينقل ويعدل، فالدرايفنج هنا انا ممكن ايه الدرايفنج عندي؟ الدرايفنج عندي بيكون الكرين، لان انا مش هنجيب خمس ست كرينات مثلا للسيفتي، اخر هنجيب لهم اثنين عربيه بكرين اللي هي العربيه السبعة طن دي اللي محطوط عليها النيوجيرسي وتبدا تنزل وبتاع. ففي الحاله دي لو انت عندك تبدا تركز عليه هو، يعني مثلا ايه لو انا عندي هنا مثلا مع الـ مع الـ مع الان سكيل في نشاط ثاني، وطبعا هو كان موجود في الاكسل شيت ولكن احنا ما حملناهمش عشان الوقت يعني. بيجي هنا بقى تحت من تحت الان سكيلد ليبر اللي العماله العاديه في ايه في الكرين اللي هو الكرين 7 طن يبقى عيني عليه هو. في الحاله دي انا بنبقى بنسيب العمال وبنركز على الكرين ال 7 طن، بنحاول ما يزيدوش مثلا على اللي هو اثنين كرين معاه. يعني انا مش هجيب، لان لو حطيت له ثلاثه مش هتجيب له ثلاثه، فدي تبقى مشكله. تمام؟ طيب. هنا حطينا هنا ثلاث ايام، تعالى بقى دي نحط له هنا مثلا نقول له 9 ايام وهنشوفه يقرا معانا. 9 ايام 25 عامل، لو قلنا مثلا ما فيش مشكله 9 ايام هنا، لانك مش هتعرف تظبطها بالظبط يعني. هنا مثلا لو قلنا برضو نفس القصه 9 ايام ماشي 30 عامل، يعني انت بتلعب في رينج ايه 30 9 ممكن يخلصوا هنا شويه. تمام. بعد كده هنا برضو نقول له 7 30 عامل، ما فيش مشكله انا عمال نلعب في ايه من 25 ل 30 عامل. هنا نقول له 8 8 لا هنا خليها بقى 9 بقت 28 عامل. انا عيني هنا يا باشمهندس هنا انا دلوقتي عامل فلتر على اعمال ايه السيفتي كله في المشروع. هنا نفس القصه اربع نخلوها مثلا 4 23 عامل. طب لو خليناها 30 عامل ما فيش مشكله. هنا 255 نقول له مثلا ايه 7 طب 9 25 عامل. هنا 10 27 هنا نفس القصه، هنروح هنا نقول له 6 30 عامل. هنا هنقول له 13 يوم 24 عامل، لا طب خليها 11 يوم. لاحظ بص انا منعدل المده ازاي 28 عامل. ودي انت ممكن بقى الطريقه التقليديه اللي بترزح كل رقم مع بعضه وما بتبقاش حاسس بحجم الاعمال وبتقع في مشكله. تمام. احنا كده بنقدر المدد بناء على الموارد. انا ثبت مثلا حوالي 30 عامل للسيفتي نفس القصه، هنا هيخلصوها في 90 يوم ممكن في 4 ايام 23 عامل، ولو قلنا كمان 3 ايام لان انا معايا مثلا زي 30 او 27. طيب هنا هنقول له 8 ايام 28 عامل، هنا نقول له 9 ايام 10 27 10 مثلا، ونفس القصة هنا 10 وهنا نقول له 11 28 عامل، وهنا المدة هنا 4 23 عامل. طب 3 ايام 30 عامل، هنا نقول له 8 ايام 28 عامل، هنا نقول له 10 ايام هيخلصها في 10 ايام. هنا 200 322 تقول له مثلا 12 يوم 27 320 12 يوم برضو 27، وهنا قلنا 4 ايام 23 3 ايام 30. هنا نقول له 9 ايام ما فيش مشكلة، ماشي لو قلنا 8 ايام كمان مكفية. هنا 10 ايام هنا 10 هنا ممكن نقول له ممكن بقى يا باشمهندسين انتوا عرفتوا السيكونس، انا هنعمل هنا بقى ايه عشان ناخد انشطه ثانيه.
والله انا عايز اشتغل صح وفي نفس الوقت. طيب بص بقى نعمل فيل داون كده ونخلوها ايه، احنا بنلعب في 10 ايام ممكن ايه، انت فهمت ازاي تحدد، ولكن انا مش هطول في دي لانها مش هتاثر عليه، فهنقول له فيل داون اهوت، خليتها 10 ايام تمام. المتوسط بيلعب من 8 ل 10، انت ولكن في شغلك ما تعملش كده، انا عملت كده بس عشان نختصر الوقت، مش هنقعد بقى نعمل كل واحده ونضيع فيها وقت. انا الرينج عندي 9 10، ما فيش غير واحده هنا 3، وهنا برضو نفس القصه 8 9، فانا خليتها ايه، وممكن نخلوهم كمان ايه، نخلو المتوسط مثلا 8 او في الداون. بس دي انا بعمل دي عشان اختصار الوقت، لان انت فهمت ايه، ان انت عينك هنا حضرتك لاحظ ان انا هنا، بص بقى من ضمن الاخطاء اللي الناس بتشتغل في الداون، هنا مديك 38 في اليوم، ده انت مش محتاج غير ايه، محتاج يعني يومين، يوم يعني ممكن يومين، هي من ضمن الاخطاء اهو، يعني انت محتاج هنا مثلا ايه، هنا لا دي انا عملناها كام، 154، محتاج هنا 5 احنا لو قلنا هنا 9 ماشي 9 10 ماشي، هي طب هنا كام؟ لا هنا لو 8 ايام، صح هنا 8 ايام بيقول لك انت محتاج 39 عامل، يعني احنا ثبتنا هنا ايه 11 عامل 28 عامل. هنا بقى لو ثبتت الديوريشن يا باشمهندس بيلعب، هو يبدا يلعب لك في العمال، يعني هنا 45، يعني انت محتاج 45 نطت اهي، هنا 47، هنا 11، هنا 33، هنا 53، وقفت هنا 34، فدي برضه خطا، ليه؟ لانك انت مثبت الديوريشن، فالصح ان حضرتك الديوريشن اللي تتغير والعماله هي اللي تثبت، لان هو الطبيعي ان انت بتبقى عندك فريق كده بيمشي مع مهندس السيفتي، دول المجموعه بتاعت السيفتي، مهندسين الموقع اللي هو السيفتي او السيفتي كرو اللي هو خاص بالموقع، هو بيبقى متخصص شغال لوحده. تمام؟ طيب يصح ان كل مده تتحط ايه، ودي اول حاجه لان انا كنت نفسي فعلا نعلمها لكل الناس، ان ايه او الناس اللي اكيد في ناس عارفاها كتير يعني احسن مني، ولكن للشباب الصغير اللي ما عرفش يحط مده بيحطها بناء على مدد زمنيه مدروسه وواقعيه. تمام؟ بعد كده هنفك الفلتر، انا هنختصر بس للوقت، هنفك الفلتر وهنبدا ايه نشتغل على، احنا كده حطينا المده اللي خاصه بالسيفتي، هنخش بقى المده المهمه جدا اللي هي ايه بقى؟ انت في اي مشروع يا باشمهندس بيكون في نشاط هو الدرايفنج عندك، يعني اي مشروع في الدنيا بيبقى فيه نشاط اهم نشاط، او بمعنى صح هو اللي محرك المشروع، لو اتاخر النشاط دي هو اللي هيأخر المشروع. تمام؟ ايه على سبيل المثال مثلا في الاعمال الكونستراكشن، اعمال الخرسانه هي دي اهم حاجه، يعني مثلا ايه ليه، لانها حاجات بتتبني ورا بعضها وفي نفس الوقت بتاخد وقت وفترات معالجه، فهي دي لو اهتميت بيها كل الانشطه اللي بعدها ممكن تيجي مع بعضها. تمام؟ ولكن هو مثلا لو انت الايه، لو انت الاكستنشن بتاعك فيرتيكال، انا ما بتكلمش على الاكستنشن بتاعك هوريزونتال، انا بنتكلم على البرج التاور، فالدرايفنج عندك هو نشاط ايه؟ الكونستراكشن اللي هو نشاط الايه؟ الكونكريت عموما يعني او السكيلتون عموما. طيب في الانفراستراكشر احنا عندنا، وخاصه لما تكون التربه صخريه زي الكيس اللي عندنا دي تربه صخريه، فالدرايفنج عندنا هو الحفر، لان طبعا بعوز دقاق وبعوز تفجير وممكن ايه الدقاق يتكسر ويتغير وبتاع، فاهم نشاط عندنا بقى في المشروع ده كله بقى ايه هو، او من اهم الانشطه طبعا الباك فيلنج، طبعا اهم لان برضه مهم، مش اهم، مهم لانه بيجي على طبقات وكل طبقه تختبرها والكلام ده كله، ولكن النشاط المهم عندنا، المهم عندنا او الدرايفنج عندنا هنا في الحاله بتاعه الانفراستراكشر عموما وخاصه لو كانت تربه صخريه اللي هو الايه، اللي هو الترانش اكسكافيشن، اعمال الحفر. تمام؟ طيب والنشاط ده بيحتاج ايه؟ بيحتاج معدات وبيحتاج دقاقات، فلذلك النشاط ده بيندرس، يبقى هنبدا نعمل ايه بقى؟ ثاني حاجه احنا عملنا فلتر على السيرف السيتنج اوت، هنعمل ايه؟ ترانش اكسكافيشن كنترول سي حضرتك، و بتعمل تقف على الفلتر اللي احنا كنا عاملينه المره اللي فاتت ده وتقول له الاكتيفيتي نيم كونتينز ايه بقى يا باشمهندسين؟ كونتينز الاعمال الحفر اللي هو الايه؟ اللي هو الترانش اكسكافيشن، نقول له ابلاي. اوكي جاب لي كده اعمال ايه؟ اعمال الحفر. طيب هنا بقى ركز، هنبدا ناخد برضه شويه انشطه كتير كده وبعد كده ايه؟ وانا افضل نعملهم اصلا يعني حسب المعدات يعني اللي عندي.
كده يا باشمهندس تبدا ايه؟ تشوف، لاحظ بقى كميه الانشطه، لاحظ هو لو هتخلص في يوم انت محتاج 200 كام؟ 2220. يا تخيل لو هتخلص كميه الحفر اللي خاصه بالنشاط دي. طبعا الكميات مش موجوده هنا، ولكن الكميات احنا واخدين المعده دي بناء على الكميات الموجوده في اكسل شيت يا شباب، الناس بتتابع بس مش متابعه معانا من الاول. يعني الرقم دي احنا جبناه بناء عن دراسه واشتغلنا كتير عشان نجيبه. فالرقم دي بيقول لي ايه؟ 2220 حفار في اليوم. لاحظ اسم الريسورس هنا ايه؟ اكسكافيتور، الحفار. طب انا 2220 ده انت في الحاله دي انت، طب حط بقى احنا عندنا ماكسيمم تاني رولز هنطبقها من الدي سي ام اي يا باشمهندس. احنا اول حاجه طبقنا كده ايه؟ طبقنا الفينش تو ستار، ان احنا الدي سي ام اي بتقول لك عدد الانشطه ما تقلش عن 90% من الفينش تو ستار. يبقى انا دلوقتي لذلك انا تعمدت ان انا اشرح الدي سي ام اي في الاول. تاني حاجه ان الماكسيمم ديوريشن عندي انا مرتبط هنا بماكسيمم ديوريشن، تمام؟ يبقى انا دلوقتي بين حاجتين، الماكسيمم ديوريشن ما تزيدش عن 44. طب تعالى نجرب كده ونقول 44 ونشوف عايز كام دقائق. عايز كام دقائق؟ 50 دقائق. للاسف يا باشمهندس مش لازم تجيب 50 دقائق في المنطقه ده، اهي هتجيب 50 دقائق. طب حضرتك يا باشمهندس ليه؟ ما هو ما انت المشروع بتاعك كبير، ما انت مش مستوى. وعلى فكره حاليا فعلا انا بكلمك على كيس استاذ حي، حاليا فعلا في اكثر من 100 دقائق موجود. وجبنا بعد كده، انا بس عشان الناس اللي هم صغيرين هيقول لك يعني زون واحده جيب لي فيها 50 دقيقة، امال بقيه الزونز ايه؟ ده احنا بعد كده لما لقينا المعدات، لان دي مشروع كبير يا باشمهندس وانت بتتكلم في مشروع داخل عالم مليار، احنا بعد كده جبنا حاجه اسمها ترانشر. انا بحكي لك قصه استاذ حي عشان بس الناس ما تزهلش، لان انا وعلى فكره وانا بعتمد برنامج زي كده الناس بيعتمدوا عندي، وعملنا اجتماع وبتاع، كان الاونر نفسه زهل من كميه المعدات لانه مش مستوعب. وصلت ل 140 و150 في اليوم، وبعد كده وبعدين بدانا نقدم حلول بديله ان احنا نجيب حاجه اسمها ترانشر، واللي مش عارف الترانشر يبحث عليه في النت. هو عباره عن ايه؟ اسطوانه كبيره كده بتبدا تحفر في الارض، معدل الانتاج بتاعها اعلى شويه من ايه؟ من الدقاق، ولكن لها عمق، يعني العمق معين. فجبناها في شبكات الميه والكلام ده كله، بدانا نشغل ايه؟ ترانشرات وشبكات الري والكلام ده كله. ولكن الصرف احنا مجبرين لان عمق الصرف اكتر، والترانشر ايه؟ له حد معين. طبعا انت هتلاقي مثلا ان كل اعمال اللي خاص بيه، بص بقى Z1PHSS، يعني انا كده في الساور سيستم اهو، كل اعمال الساور سيستم هتلاقي المعدات فيها تقيله. تعال نقف النشاط اللي بعده، لان ميه فالحفر بتاع الميه قليل. لو هنشتغل بقى اكسكافيتور مش هقول لك ترانشر في الحاله دي، هتلاقي اقل شويه. اقل شويه مديك 1000 كام؟ 1446. طبعا حضرتك لو يعني مثلا لو احنا بنتكلم مثلا هتجيب هنا 50 دقائق في الحاله اللي زي دي، ممكن لو حطينا 43 مثلا نقول مثلا 4. طب لو قلنا 44 هتلاقي نفسك محتاج اقل، محتاج 34 ايه؟ محتاج 34 دقائق في اليوم. اللي بعده 400 قلت بقى، لاحظ كل ما تقل الشبكه ليه في الصرف كان اكتر؟ لان في الصرف دي انت بتعمل برنامج مدروس، يعني بتدرس كل رقم فيه، ولذلك انت بتاخد وقت. الصرف كان عمق الصرف اكتر، والدبس بتاعه اكتر، والتربه صخريه. طب الميه قلت. طيب تعالى بعد كده بقى ايه؟ الاوريجيشن هتقل خالص. طب حضرتك لو حطينا 44 يوم انت محتاج مثلا محتاج 9 دقائق. لاحظ يا باشمهندس انا عمال نحط الدقائق ونحسب في دماغي، يعني مثلا ايه انا ومدير المشروع دلوقتي مثلا 50 لو هنشتغله بقى فينش تو ستار، تمام؟ او لو هنشتغله مع بعض، لو انا هشتغل شبكه الصرف مع شبكه المي مع شبكه الري، تمام؟ انا في الحاله دي انا محتاج 50 وهنا كام؟ وهنا 34 وهنا كام؟ وهنا 9. تضرب حضرتك تقدر تجمع 50 و34 و9 هيدوك رقم، تمام؟ بعد كده هنا شبكه ايه بعد كده؟ الالكتريكال سيرفيس طويله طبعا. طب لو حطينا مثلا لو نقول مثلا 44 محتاج 21، تمام؟ هنا لو قلنا 44 محتاج 50، تمام؟ طيب انا لو هشتغل بكلك مع بعض طبعا دي مش ايه؟ مش هيحصل، يعني ايه ان انت مش هتعرف تشتغل يعني لو اشتغلت كله مع بعض. يبقى حضرتك ممكن تبدا بقى تجمع على الاكسل كده. احنا قلنا اول واحده كام؟ اول واحده كانت 50، نقوله 50 وكم بعدها؟
كانت 34 34 9 21 5 يبقى هنا 34 9 21 5 تمام. السمشن بتاعهم كام بقى عشان بس 109 تمام يا باشمهندس. يعني حضرتك لو هتشتغلهم كلك مع بعض انت محتاج كام؟ محتاج 109. ولكن ايه بقى احنا لاحظنا الاول ايه؟ انا بدات نحط 44 44 44 يوم. طيب لكن انا مثلا بنيجي عامل ازاي بقى؟ المهندس بيجي يقول لك بقى ايه؟ انا ما هو انا على فكره الحاجات دي بيبقى فيها اكتر من سب كونتراكتور، انا بس بطول عشان اشرح لك، مش هقول لك اعمل واعمل، انا بديك بحسسك بالارقام عشان هنغير ال 44 دي فوق هنثبتها وفي ارقام هتتغير مش هتبقى 44. الحاجات دي بتبقى ايه؟ سب كونتراكتور موجود. سب كونتراكتور ايه؟ موجود. ما هو يعني كل زون وهو بالفعل حضرتك موجود في كل فيز من دي موجود مثلا سب كونتراكتور، ممكن يبقى واخد فيز او اثنين حسب المعدات اللي معاه. فانا قلت له في اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هات لي 50 حفار. هات لي 50 حفار. مش هنيجي بكره ونقول له هات لي 34 حفار. تمام؟ لو انت هتشتغل مثلا ايه؟ لو فرضا ان احنا هنشتغل الصرف وبعد كده الميه، لو هو مثلا اديته الفيز، لو اديته فيز واحد دي وقلت له اتكل على الله يا ايه سب كونتراكتور اشتغل فيه. تمام؟ احنا هنا في انشطه خاصه بالويرنج كورس ما ضفناهاش يا شباب. لا ده ما فيش. صح. اسف بس عشان انا فكرت ما في انشطه الويرنج كورس يعني. بص يا باشمهندس عشان بس الحته دي تفهمها، مش كله يبقى 44 يوم. في مقاول في المشاريع الكبيره اللي زي دي بيبقى في يعني انت معاك حوالي مثلا 20 مقاول داخلين، او مثلا 10 مقاولين داخلين حسب حجمهم يعني داخلين معاك. فكل مقاول انت بتدي له منطقه في الزونات اللي احنا كنا مقسمينها على ملف الكاد، فكل واحد واخد ايه؟ واخد منطقه. فانت مش اول يوم هتقول له هات لي 50 وتيجي بعد 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 شهرين يعني بعد 44 يوم وتقول له لا يا باشمهندس بعد خلاص لا هات مشي 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 خليهم 34. فانت كده خسران، وخاصه لو كان مقاول شاطر. لا ده انا عايز اشغله، مش عايز اخلي ال 50 شغالين معاه. يعني هو جاب 50 حفار شغالين معاه، وبالتالي معاك حلين. معاك حلين، يا تدي له زون ثانيه يشتغل فيه، يا تدي له زون ثانيه يشتغل فيه، يا اما المده دي ما تبقاش 44. يعني معاك حلين، يعني يا اما مثلا المده دي مثلا تبقى مثلا ايه؟ لو احنا عايزينه 50 يعني نخلوا المده دي مثلا نخلوها مثلا 25 ونشوف هيبقى كام حفار كده؟ 59. لا ده انا هنخليها مثلا 29 ونشوف كده 51. يعني 29 يعني ماشي تمشي. يعني يبقى اذا ايه؟ اذا المده اتبنت بناء على السياسه في العمل اللي انت هتشتغل بيه، سياسه العمل اللي حضرتك هتشتغل بيه. تمام. طيب في المده دي طبعا انا هطول هنا وبعد كده هضرب المده، بس انا عايز افهمك في الانشطه دي بالذات لانها الدرايفنج. الانشطه اللي جايه هتلاقيني ايه بضرب في المده كده، وانت اكيد عرفت السيكونس هتمشي ازاي. يبقى اذا انا هنا حطيت 44 ليه؟ لان انا ما ينفعش الدي سي ام اي بتقول لي ماكسيمم ديوريشن نوت انكريزنج ذان 44 دايز، واللي مش فاهم يراجع ايه، واللي مش واخد يراجع الكلام ده كله. طيب انا هنا ما ينفعش نزيد. هتيجي تقول لي يا باشمهندس طب هو المقاول ما هو ممكن ما يقدرش يعني. لا في الحاله دي يا حبيبي ما ينفعش، مش هتقدر. انت مش يبقى انت مش طاقتك المشاريع دي، يبقى انت كمقاول او كشركه مش طاقتك المشاريع دي، مش هتقدر تاخد المشاريع دي، هتخسر فيها ويبقى سمعتك ايه مش كويسه مع الاونر. تمام. في الحاله زي دي انا عندي اعلى ديوريشن 44 يوم، يبقى اذا هنجبر السب كونتراكتور بتاعي يا اما انا كشركه كبيره نجيب له انا المعدات ونخصم منه بحيث ما يقلش عن 50 معده في المنطقه دي. تمام. طيب لو هنشغله في الزون دي فقط، يبقى اذا المده اللي بعديها هتقل بحيث ان ال 50 هنا هيخلص الشبكه دي هينزل هنا 29. انا حطيت المده دي بناء على المعده. تمام. اللي بعده بقى، اللي بعده هنا ممكن 3 ايام. ده لو حطيناه ده لو يومين، لو ال 50 معده اسف احنا هنا لو خليناها مثلا 10 يعني كام؟ لا ده احنا هنخلوها مثلا 7. طيب لا ده 57 معده، لا ما خلوها 8 50 معده.
تمام؟ ظبطت كده ايه؟ ظبطت الديوريشن على 50 معد، يعني اذا لو احنا هنشتغل هيخلص شبكه الصرف، بعد كده يخش شبكه الميه بال 50 بتوعه، وهيخش طبعا والميه مضغوطه شويه لان 51، بس انت مش هتعرف تظبطها بقى. يعني ايه؟ يا اما ممكن مثلا تخلي دي 30 يوم، لو عايز تظبط يعني لو خليتها 30 يوم ممكن، بس هتلاقي قلت شويه. 49 يعني قلت واحده زادت واحده، مش هتعرف تظبط 100%، ولكن المدد مدروسه. تمام؟ طيب اللي بعدها 8 ايام، يعني هو نفس المقاول بال 50 بتوعه، تم ايه؟ 8 ايام، ويفضل تخلي المده بالاكثر، يعني يفضل تخلي المده بالزياده مش بالنقصان ما دام انت ما عدتش ال 44 ايه؟ ما عدتش ال 44 يوم. تمام؟ يعني انا افضل هنا اخليها 30 يوم لان ال 49 مده مش مشكله، ممكن معده تعطل او اي حاجه. هنا 8 ايام، ليه؟ انا عيني على ال 50. تعال اللي بعدها بقى، هنا واحد لو 44 يوم تبقى 21 معده، طب لو هنخليهم مثلا 15 يوم 60، لا خليهم 19 يوم 48 18 يوم 50 معد، يبقى اذا المده الثانيه انا بنيتها ايه؟ بناء على المدد ايه؟ ال 18. تعال اللي بعدها يا باشمهندس، تعال حضرتك اللي بعدها، وخلي بالك دي انشطه مهمه يعني تندرس صح، يعني حتى في السيفتي انت ممكن تزود عاملين ثلاثة أربعة، انت بتتكلم على معدة ونزول معدة ومجايب معدة او شراء معدة، فاذا المدة دي تندرس بدقة عالية جدا. تمام؟ طيب النشاط اللي بعده، لو هم 44 يوم خمس معدات، طب لو احنا طب لو قلنا ثلاث ايام، لا 75 معدة، طب نخليهم خمس ايام 45، انا عايز نخليهم اربع ايام 56، لا خليها بقى خمس ايام وخلاص 45 معد. تمام؟ يبقى اذا في اول زون يا باشمهندس احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ زون واحد. فاول زون بنتكلم كده ايه؟ في خد بالك ده زون واحد صغيره كمان. زون واحد ده دي مقاول، يعني انا جبت مقاول لا هي زون واحد فيز واحد، لا ده فيز واحد. احنا على فكره باشمهندسين اللي متابع معانا، فيز واحد دي صغيره جدا، ده فيز اربع، فيز ثلاثه، فيز اثنين وفيز ثلاثه كبيره جدا، يعني المقاول اللي جايب 50 معده دي مقاول صغير. تمام؟ طيب بعد كده هنخش بقى ايه على 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 زون اثنين، نفس القصه. بتبدا ايه؟ تبدا تقول له مثلا 44 وهتشوف هيروح معاك فين، 40 معده. لو عايز تظبط على 40 بقى في دي، قول مثلا المقاول دي كان، ولكن احنا هنشتغل كلنا على 50. ممكن تقلل المدد بقى هنا، لو احنا هنفترض ان احنا نظبط على ايه؟ على 50، لان في زونز اصلا هتضطر اصلا هتبقى 44 يوم ومعديها ال 50 معاك، ولكن هنا هنقللها. طيب نقول له هنا، نقول له لو هنا 44، طب لو قول له هنا مثلا 38 يوم 6، بخليها ننزل شويه 37، 47 معده ما فيش مشكله، ممكن تخليها 37 او 36 36 وممكن كمان 35 لو تيجي كمان 35 يوم جايه معاك، درجات 35 يوم بالظبط يعني. طيب دي 1260، لو قلنا مثلا 30 يوم ده هتقل عن 30 يوم، لو قلنا 26 48 معده ممكن تقول كمان ايه تقل شويه، تقول له 25 50 معد. فاذا الاولاني كان دي 35 يوم مده هيخلص فيها بال 50 معده، ودي 25 يوم. اذا انت بتحط الديوريشن يا باشمهندس بناء على المعدات. طيب هنا 400، ممكن هنا 400 وكسور، لو حطينا 10 يبقى 40، نحط مثلا ايه 57، طيب 8 50، يبقى هنا 8 ايام. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بعد كده دي 900، 900 على ال1000، ماشي بدل ما نحسب بقى نقعد نحط ارقام عشوائي كده ونشوف هيروح معانا فين. هنا 30، ما هو 3 ضرب 9 صحيح، لا احنا عايزين ايه؟ عايزين 23، احنا عايزين نقل كمان ده 23، نقل مثلا 17، انزل كمان 16، 57 معده، لا
احنا مش عايزين 57، احنا عايزين 50، لا احنا نطلع 18 18 يوم. طيب دي هنحط مثلا 5 ايام، نشوف هتيجي معانا 45، لا 6 ايام، لا احنا هننزل بقى 4 ايام. طيب انا مش هتظبط 56 عدة، لا يبقى خليها 5 ايام. تمام، وهكذا يا باشمهندس تبدا تظبط المدد بتاعت حضرتك بالطريقه دي. طيب ممكن انا بقى نخليها عشوائي كده ونضرب المدد ولا ايه يا باشمهندسين؟ في رسائل بتيجي، الصوت جيد، الصوت قطع، حضرتك تعرف ايه المشكله؟ الصوت تمام يا باشمهندس. هي في اسئله مهمه يا باشمهندس ولا في ناس بتتكلم؟ هو ليه في انشطه كريتيكال يا باشمهندس؟ ما تسالش، الكريتيكال هتتشرح لانه اكتر مده يا باشمهندس. بس في اسئله بتيجي، نراجع بس. ايه انا مخلص الاكس ار ابعد يا باشمهندس؟ انت لسه خلصت ايه؟ ده لو انت خلصت في كلام كتير جاي في الاكس ار. هنبدا ان شاء الله. شبكه الكهرباء رقم غلط، لو في خطا في الزونز عدلوه يا شباب. انت فهمت السيكونس؟ لو في خطا عن بس الاسئله، لو في خطا في الزون، واللي بيتكلم ان في حاجات كريتيكال، لا يا باشمهندس احنا لسه ما خلصناش البرنامج ده، الكريتيكال هيتغير وهتروح حاجات كتير. واللي بيقول انا مخلص اكس ار ابعد، خلصت ايه؟ احنا لسه، ده احنا لسه في شغل كتير في الاكس ار. رقمها الكتريكال زون 1 تصحيح شبكه الكهرباء. انا انت فهمت السيكونس، اكيد في خطا عدله بقى. انت فاهم السيكونس وراجع الكلام ده كله. كلام سليم جيد، الله يكرمك يا باشمهندس المهندس احمد سمير. شكرا يا باشمهندس، شكرا يا باشمهندس. تمام. الكريتيكال بس جاوبت عليه. الناس في الموارد البرايس بير يونت انا ملاحظ انها بتساوي زيرو. ايوه يا باشمهندس، ما هي البرايس يا باشمهندس في الموارد. ايوه ما احنا صفرناها، راجع محاضراتي اللي قبل كده، ما هي لازم تساوي زيرو يا باشمهندس، لان ده لو ما سويتش زيرو يبقى عندك مشكله. انا الكوست بس هو اللي يساوي فلوس. بالنسبه للباشمهندس اللي بيقول محمد فودي، يا مهندس محمد فودي، البرايس بير يونت في الموارد ده لازم تساوي زيرو. ده لو ما سويتش الزيرو هتبقى غلط عندك، يعني ليه؟ البرنامج هيحسب الكوست اللي انت جايبها من الاكسل، وهيحسب الكوست بتاعت الموارد. امتى بتساوي فلوس وهتظبطها بقى؟ دي في الكوست كنترول، وتحمل كل معده بسعرها بالكلام ده كله. ولكن انا بكلمك على الحته اللي هي اسمها ايه؟ البي او كيو كوست. انت بتجيب البي او كيو بتحملها ايه؟ بتحملها على البرنامج. السلام عليكم. هو مش ممكن نصدر الاكسل ونحط المدد البادجت عليه؟ ازاي يا باشمهندس؟ مش فاهم. تحط المدد البادجت عليه ازاي يعني؟ مش فاهم، يا ريت توضح سؤالك يا مهندس هنداوي رجب. وضح سؤال حضرتك. جزاك الله خيرا يا باشمهندس محمد، الله يكرمك يا باشمهندس. طيب هنكمل بس الساعتين زي ما احنا متعودين بنفس القصه يا باشمهندس، ان ايه حضرتك بتبدا ايه؟ تبدا تعيد المدد دي. طبعا انا ايه هناخد متوسط كده، او هنفرض كده ايه، هنفرض 35 يوم على الكل وخلاص عشان ننجز اهوت على الباقي بقى. وحضرتك ايه بتبدا ايه في الداون كده 35 يوم، وفرضنا ايه، وهنظبط احنا الفلوت مع بعض. بس يا باشمهندسين دي مش رقم، انت عرفت ازاي تحط ايه، عرفت ازاي تحط دوريشن. والباشمهندس اللي بيقول لو ممكن نعملها على الاكسل، يا ريت يوضح لنا، لان اصلا ما ينفعش تحطها على الاكسل الدوريشن، لان انت لازم هتقعد تظبط، هي هتقعد تظبط الريسورس مع الدوريشن ازاي؟ ما انت معاك ريسورس ومعاك دوريشن، لازم يبقوا الاثنين قصاد بعض كده ايه، وتحط الدوريشن. وزي ما قلت لحضرتك دي ما اتشرحتش قبل كده خالص، يعني دي ثاني حاجه او ثالث حاجه ما كانتش مشروحه قبل كده. معظم الناس بيشرح لك الاوامر والكلام ده كله، لا كورسات مدفوعه ولا كورسات فري يا باشمهندس. لو تعرف والله لو تعرف احنا بناخد قد ايه في برنامج زي كده فلوس، هتقول ان انت قاعد هتاكل كل كلمه. لذلك انت كده ذنبك على جنبك، لو ما كنتش بلانر محترف يبقى كده ذنبك على جنبك. لان انا برنامج زي ده لما بنعمله العميل خارجي عن شغلي، مش هقول لك انا باخد قد ايه، يعني اكيد الناس اللي شغالين في السوق هيعرفوا برنامج زي ده بندفع فيه فلوس قد ايه، وانا قاعد قدام حضرتك وبعمله. لو حضرتك زهقت من تكرار الكلام، اعرف ان انا شغال وانا سايب الشغلانه دي بايدي اكتر من 3 4 سنين اصلا، معايا ناس بتشتغل، شباب صغيرين بيشتغلوا، فانا تعبت اصلا يعني وانا بعمل الحاجات دي. فلو انت زهقت من وانت بتتفرج يعني، فحضرتك ايه لاحظ ان انا بشتغل كمان. فاحنا حطينا المدد
بناء على ديوريشن مظبوطه. طيب بعد كده بقى بتيجي فكك الفلتر لما بتخلص يا باشمهندس حضرتك ايه كل المدد دي وتبقى 5 ايام. ليه؟ لما بتخش مع العميل بتبقى ماسك كل رقم مش مهزوز، انت داخل على ارض ثابته. وعايز اقول لك يعني الكمال لله، انا الحمد لله برامج شركتنا بتروح ما يعني ما بترجعش بملاحظات، خلاص ابروفد على طول. ليه؟ لان كل كلمه مدروسه وبتبقى باعت الاكسل شيت بتاعك. لو اشتغلت على الطريقه دي هو اوتوماتيك الاونر هيرتاح، لان انت دارس كل حاجه ودارس كل رقم وعارف كل حاجه وبتناقش معاه في كل حاجه، فهي مظبوط. طيب خلصنا بعد كده، عرفت المدد بتتحط ازاي، بتيجي فكك الفلتر يا باشمهندس حضرتك تمام، وبتبدا تشوف اطلع فوق كده وتبدا تشوف اللي بعدها. اللي بعدها ايه؟ البيدنج الليفلنج. طيب البيدنج الليفلنج ايه الدرايفنج هنا؟ ايوه هنبدا نتكلم على البيدنج الليفلنج شويه. انا عندي حاجتين من الدرايفنج يا باشمهندسين، عندي ايه درايفنج في الريسورس هنا. تعالوا بقى نعمل فلتر على البيدنج الليفلنج، كنترول سي و موديفاي كنترول سي كنترول في وقول له اوكي وي ابلاي اوكي. طيب نتكلم بقى على البيدنج الليفلنج وبعد كده شويه. عندي لاحظ هنا، بص تحت هنا يا باشمهندس، عندك البوبكات والان سكيلد ليبر، ايهما اهم بالنسبه لشركتك؟ في الغالب بنسبه 90% البوبكات المعدات، لان العماله ممكن توديها وتجيبها وتوفر. يبقى اذا انا عيني في الحاله دي فين بقى يا باشمهندس؟ على البوبكات. انا عيني وانا بنحط الديوريشن على البوبكات، يعني بنشوف مثلا نقدر نوفر قد ايه. طب لو قلنا مثلا المده بتاعه النشاط دي مثلا، لو قولوا مثلا نقوله 20 يوم، انت محتاج 6 بوبكات ومحتاج 44 عامل. انا في الحاله دي انا عيني على ايه يا باشمهندس؟ عيني على البوبكات، لان هو الدرايفنج في البيدنج الليفلنج. في بوبكات موجود بيجيب بينزل بيظبط الحفر تحت، وفي الرول كومباكتور بتظبط، والعمال بتسوي، هو بنزل لهم والعمال بتسوي الكلام ده كله. طيب يبقى انا في الحاله دي تبقى عيني على البوبكات. هل البوبكات كويس 6 ولا نزود شويه ولا نقلل شويه؟ دي بيرجع مثلا مع مدير المشروع، مثلا كل زون يا باشمهندس هتقدر توفر الستة او المقاول بقى السب، على فكره دي تبع السب كونتراكتور بتكبره. طيب امتى بقى نكبره ان هو لازم يوفر؟ لو المده طبعا المده ما ينفعش تزيد عن 44 يوم. طيب يبقى هنا نقوله مثلا 6 ايام ب6 بوبكات. طيب هنا بقى نقول له مثلا لو هنفترض ان هنا السته بوبكات يعني موجودين هيشتغلوا مع نفس المقاول، يبقى هو احنا طلبنا من المقاول يجيب لنا 50 حفار وفي نفس الوقت يجيب لنا مثلا 6 بوبكات موجودين. طيب يبقى اذا انا ثبتت السته، تعال نشوف هنا هنعوز قد ايه بقى. هنعوز مثلا نقول له هنا ان هنا مثلا 7 ايام، لا 18 بوبكات، لا احنا عايزين نقول له مثلا هنا 15 يوم 8 بوكات، لا خلاها مثلا 14 يوم 7 بوكات، يعني خلاها 18 يوم. طيب 20 زيها 6، يعني اذا دي 6 ودي 6 مفيش مشكلة. طيب ما هي دي 111 و123 اصلا، يعني المفروض تزيد كمان، ماشي 20. طيب دي بقى لاحظ بقى دي 28 محتاج، لو هتخلصها في يوم محتاج 28. طيب لو نقوله مثلا 3 في 6 ب 18، 3 في 8 ب 24، نقول له مثلا محتاجين 4، محتاج 4 لو 4 ايام، طب خليها 5 6 ايام تمام. يبقى اذا هنا هنا هناخد 20 يوم وهنا هناخد 5 ايام. لاحظ ان انا عيني ما جاتش على الريسو على الان سكيل ديليفر، عيني جايه على البوكات. انا مثبت هنا مثبت البوكات تمام، وهنا مثبت البوكات وهنا مثبت البوكات. طيب هيجي واحد يقول لي يا باشمهندس طب ما العماله هتزيد وهتقل، ما هو بص انت ايهما افضل بالنسبه لك؟ ايهما افضل بالنسبه لك؟ ما هو فعلا العماله هنا مثلا هنا محتاج 6 بوكات و44 عامل، طب هنا محتاج 6 بوكات و37، يعني قريبه من بعضها، يعني 44 و46 عامل ما فيش مشكله. حتى مثلا ما هو مش لان كل شغل فوركاستنج يا باشمهندس، يعني انت بتتنبا وبتحسب ديوريشن يعني زادت، واي حاجه معتمده على العامل البشري ما تقدرش تحسبها بنسبه، هي مش آلي، لان معدل العامل حتى لو بقول لك مثلا بينتج مثلا
بيفرد مثلا 10 متر مكعب، النهارده لو فرد 10 المود بتاع بكره مش هيفرد 10، ممكن يفرد 12، ممكن يفرد 8. ده لو الراتب اتاخر مش هيجيب لك 5 ايام، ممكن يعمل لك اضرار. فهي اي حاجه عشان بس ايه الناس اللي بيقول لك مثلا ايه طيب ما هو كده العماله بتزيد وتقل، لا، اي حاجه متعلقه بالعامل البشري ما تقدرش تعمل عليها كنترول 100%. ليه؟ هو مش مصنع. طب لو في معده ممكن تقدر تقول معدل الانتاج بتاع المعده، مثلا لو في مكنه بالتغليف او مكنه صناعه بسكوت بتصنع 1000 بسكوته في اليوم، معروف النهارده 1000 وبكره 1000 لين شغاله بالكهرباء، اما العامل بيزيد ويقل طبعا. تمام. طيب بعد كده احنا ظبطنا دول، تعالى اللي تحت كده لو نقول له مثلا 6 ايام، لا احنا لو 6 عايزين هنا 14 وكتل، انا عيني على نقول له مثلا ايه نقول له 9 عايزين بقى ايه 12، طب خليها 13 يوم لا 14، 6 بوكات اهي ثبتنا اهو 6 يا باشمهندسين. هنا نقول له مثلا 14 زيها، طب خليها 15 يوم 16 يوم. الناس اللي شاطره في الحساب اكيد هتعرف تعمل ايه بسرعه يعني. 17 يوم. طيب دي نقول له مثلا 6 ايام 5 بوكات، بخليها 5 ايام اهو، يبقى اذا ايه في 14 يوم 17 يوم 15 يوم، اذا البوكات ثابت كده. تمام، وهكذا يا باشمهندسين. طيب انا هنجاوب بقى على اسئله الناس وتبدا ممكن بقى ايه انا اقفل دي بالمره قبل ما ننسى كده. احنا عملنا المتوسط كام؟ المتوسط 14 و17 و20، يبقى هن ايه هنيجي مثلا على دي كده ونقول له ايه في الداون نخلصها، لا 17 وخلاص، يبقى ايه اللي عايز يظبط شغله بقى ايه. تمام. طيب هنجاوب بقى على اسئله الشباب اللي جايه. البادجت يونت دائما الله يكرمك يا باشمهندس، الله يكرمك يا باشمهندس. ربنا الله يكرمك يا باشمهندس، الله يكرمك يا باشمهندسين. مش هنقعد نقرا كل اسم، فانا الناس الباشمهندس بشير. البادجت كوست المفروض معادله البادجت كوست بتساوي يا باشمهندس اللي بيسال، اللي هو بيقول بص يا باشمهندس محمد فودي اللي ذكر من شويه وقول مش بص مش هجاوبك، اسمع الحلقتين اسمع الحلقات اللي فاتت واعرف ليه احنا حطينا دول بصفار. ولو ما عرفتش يا مهندس محمد فودة، انا فاكر اسمك فودة اهو، فودة ماشي يا مهندس فودي، اسمع اللي فات ولو ما فهمتش حضرتك ما هو ايوه ما هي البادجت كوست بتساوي البرايس باليونت في البادجت يونت. يا باشمهندس انا شرحتها لك طبعا، ايوه كلامك مظبوط. وليه انا مصفرهم؟ ليه انا مصفرهم؟ اسمع المحاضرات اللي فاتت، ولو حضرتك ما عرفتش تعرف قول لي وانا هقول لك اشرحها لك يعني. تمام، ولكن انا شرحها بالتفصيل. وليه متعمد ان دي بصفار؟ ايوه يا باشمهندس ما لازم تبقى بصفار. تمام. طب ما تسالني قول لي ليه في الكوست البادجت كوست بيساوي رقم، يعني بيساوي رقم. طيب هي دي مش اسئله اجابه على الاسئله يعني، عشان الناس الشباب اللي قالوا لي ما تجاوبش على اسئله كتير. ربنا يجزيك بخير يا باشمهندسين. طيب البادجت يونت و يا باشمهندسين اللي مش فاهمين البادجت يونت، لان في تاني واحد بيتكلم اهوت هنجاوبها نشرحها له. عمل معادله، في واحد بيقول لك عمل معادله في الاكسل للحصول عليه. تمام. في باشمهندس بدات جاوبت الناس اللي متابعه معانا، واعمل المده على الموارد الاساسي مش ممكن. المشكله بتكتبه عربي مع انجليزي الكلام بيتلخبط يا باشمهندس. واعدل المده على المورد الاساسي مش ممكن البادجت يونت اظهر بماذا نقصد بوكات. يا باشمهندس البوكات اكتب بوكات وانت هتعرفه، البوكات وحضرتك هتعرفه على النت يعني الناس بتسال. نكتفي بهذا القدر يا شباب، ودي الطريقه اللي هنعمل بها كل الديوريشنز. تمام. والشباب اللي عايزين الاكسل شيت، اللي عايزين يعني ابعت لكم الاكس ار فايل دي، تبداوا تعدلوا لي الديوريشن بناء على المده. ويا ريت يكون شاب مسكوق يعني من الناس اللي حبايبنا اللي بعت لي زي قبل كده الاكسل شيت، يعدل لي واحد زي كده ويشتغل ويجيبه لنا الحلقه الجايه ان شاء الله. فانا هنكتفي النهارده، وهبعت لحضراتكم دلوقتي للمهندس عمر، وشرف لينا ان المهندس عمر يكون هو المتابع النهارده يعني، ده راي استاذني. هنبعتها على الجروب، والناس تبدا تظبط المدد بنفس الطريقه دي.
تمام. يا ريت يكون واحد خلصها هيريحنا، هنبدا نكمل عليها ان شاء الله. فانا اكتفي بهذا القدر ان شاء الله. في اسئله جت ثاني؟ شكرا شكرا يا باشمهندسين، شكرا يا باشمهندسين، شكرا لكم، ربنا يكرمكم. شكرا لكلها اسئله، مش اسئله كلها، شكر، ربنا يكرمكم يا باشمهندسين، ونراكم الحلقه القادمه ان شاء الله. استاذنا تمرنا باي خدمه يا باشمهندس عمر؟ شكرا جزيلا لحضرتك يا باشمهندس. الله يكرمك، الله يخليك. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ريت يا جماعه ما حدش بس ينسى يسجل حضوره. الرابط دلوقتي انا نزلته في الفيس ونزلته في الشات.